ممكن خصوص بعد فترة أنا نحلل على المرحلة اللي نشوفها الحين، ممكن خصوص اللي سكتنا جميعا، لكن على الوضع الحالي بالأدوات والعناصر ما ظنيت أنه يروح بعيد. أنا ما أبغى طيور برزاقها، أنا ما أبغى استنزف نقاط، وحنا عارفين الهلال ونعرف المشاكل اللي تصير فيها، نفس السيناريو ترى يتكرر علينا يا إخوان، نفس السيناريو، أقعد مع المدرب ناقش المدرب، كان المدرب خصوص عقد السنة. من الجنون أنك تقنع مدرب هالسيفي الكبير أنه يغير أسلوبه في موسم واحد. فمن باب أولى أنت جمعت ميركاتو، لو في أندية توب أوروبا ما راح ينجمع فيهم هالعناصر الموجودة في الهلال. حرام ومن الظلم ومن الغبنة أنك هالعناصر أنك ما تحقق شيء ويروح يطير عليك الدوري ويطير عليك البطولات. يبي لها قرار شجاع. يعطيكم العافية. أبو نواف أنت مع الإقالة أبو نواف أنه ما راح يغير قناعاته؟ وليد شبعنا والله من هالسيناريو، شبعنا ناقش المدرب، عطف فرصة، استنزفنا نقاط، استنزفنا نقاط، حاضر بعدها طار الدوري، الضحية طلع المدرب. تدري ويش أبو نواف؟ الله يبيض وجهك أبو نواف. حظ نقشر في الهلال آخر 7 سنوات أو 6 سنوات ما في مدرب استمر معنا أكثر من رزفال ليشيسكو، قاعد الظاهر موسم ونص، غير ما في حظنا معطوب، كل ما جبنا لنا مدرب اذا مره كمل سنه وقضى بالباب ولا 6 شهور وقضى بالباب. والله ترى ممكن كلامي انا يصير غلط، عاد انا اتمنى انه يصير غلط عشان الهلال، واتمنى الاخوان اللي براهم اراهم متمسكين بخصوص دقيقه ولي ضل ارحم والديك، اتمنى ان اراهم صحيحه. انا في الاول والاخير احترم كل الاراء، انا في الاول والاخير ما يهمني الا الهلال، اذا اخذ الهلال الذهب واخذ الكاس ليه بس ابو نواف؟ اما انتصار للراي والله ما دورت ولا يا حبيبي ابو نواف الله يبارك فيك. كلامك عمي تمه ضرب من الجنون، انا بعد الجوله الثالثه وبعد الجوله الرابعه بقضي الخصص، ضرب من الجنون، وعندك مباراه الاتحاد في الخامس. يا نواف هو لو بي في اقاله مباراه ترى ما ابو عمر ترى ما اسمع نواف، انا والله ما اسمع نواف. الشباب عندي بندر يلا بيطالب لا بنزل لا لا تروح يا ابو ياسر تعال يا ابو ياسر لا بنحل مشكلتك انت وعبد السلام عندنا مشكله لا سم يا عبد السلام سم اللهم صل على النبي. قبل الناس كل شيء انا بقول بس ان خصوص في الفتره اللي فاتت اللي شارك مع الهلال ترى كنا نفوز بشق الانفس، كنا نفوز بفارق هدف، يدك تكون على قلبك طول المباراه، نفوز بدون مستوى بدون اي هويه للفريق، مباراتين فقط عشان انا ما اظلمه اللي هي مباراة الاتفاق في الملز انتهت 4-1، مباراة الوحدة في الشراع انتهت 3-1، هي اللي فزنا بأكثر من هدفين. البطولة العربية ممكن فزنا مباراة الباطن مباراة الأهلي مباراة الباطن أنا حاضرها في ملعب الجامعة فزنا 3 يا عبد السلام مباراة أي ممكن لحظة مباراتين هذه تصير عبد السلام عبد السلام أنا خليني بقول لحظة عبد السلام بتناقش معك شوي خالد دقيقة أنا طالب خلي الرجال ينهي جزئية ما حد يقاطعك بس خلي الرجال يتكلم سم يا عبد السلام سم يا عبد السلام الأخطاء قاعدة تتكرر خصوص ما هو مناسب للهلال أبدا. يعني تخيلوا المباراة البارح مشارك مالكم وميشيل على الجناح اليمين، نيفيز ما هو في مركزه، سافيتش ما هو مركزه، يعني تخيلوا المباراة الفترة الماضية إدواردو اللي كان تقريبا كل مباراة يساهم في هدف يا هدف أو صناعة رجع محور، اختفى إدواردو معه، نفس الشيء راح يتكرر لسافيتش. أتمنى أنا ما نكرر غلط التأخير في الإقالة جارديم والتأخير في إقالة رزفان ونعيدها مع خيسوس. طيب السلام ليش ما في مراكزهم سافيتش شونيفيز؟ والله هذا السؤال موجه له، ما هو موجه لي، هو اللي يحط التشكيل. لا أنا أسألك أنت من وجهة نظرك ليش ما في مراكزهم؟ بسبب ممكن إن يلعب على الخط الدفاع المتقدم يلعب محور واحد يبغى الدفاع كله متقدم. عبد السلام هي زي قطعة الشطرنج تحرك قطعة واحدة تخرب هذا هو. هو حط قطعة واحدة ايوه هذا هو قطعة انا اتفق. في واحد تكلم والله ما شفت اسمه ما اعرفه والله اعذرني، اتوقع بندر قبل شوي قال يعني ما في اي فائده من ناقش مدرب سوي شيء حط خلاص على طول شيل الرجل لانه ليال العيد بان من عصاريها، الكتاب واضح من عنوانه. لو بتيجي الان متاح ترى، ولو بتيجي كان خيار قبل خيسوس، كان في 5 مدربين هو من ضمنهم، وبعدين خيسوس كان خيار سادس. هذا اللي عندي وانا الان وصلت وجهتي واعذروني اعذروني حصل شيء. لحظه عبد السلام ابغاك نص دقيقه. عيوني لك ارحم. السلام عليكم صباحكم الله بالخير. هلا وسهلا يا مرحبا متحدثين مستمعين.
عبد السلام انا بعطيك بس عن خيسوس 2019 لما كنا بنخلص الدوري من الدور الاول كنا نذكر تصريح تركي آل الشيخ اللي قال له تركت خيسوس تركت سامي الجابر خلص الدوري من الدور الاول. لا ممكن كلامه صح ممكن كلامه خطا لا تاخذ كلامه على انه صح. لحظه عبد السلام اعطيك المعلومه يعني خلها تبقى عندك يعني مو الواحد يقول اللي عنده وبس خلاص هو اللي صح. لا لا اسمع تفضل نحترمك يا خالد نحترمك. في وقتها يا حبيبي عبد السلام في وقتها الهلال في رتم تصاعدي. لا تقولي صح الهلال يسجل اهداف كثير لكن ياخذ اهداف. من كان دفاعنا؟ بوتيه بلاي كان تو بدايه النضوج البوتيه. الحراسه كان الحبسي وكان من اسوء الحراس اللي موجودين في الدوري الحبسي مو بالحبسي خوينا الاول. فانا اتكلم جد يعني يوم كان في ذيك الموسم كان الدفاع عندنا مضروب كامل. كان كنو محور سته الحاله كنو الحاله محور سته كان يلعب في سته تخير سته هو طالع نازل بس كنو. من كان قدام كان الفريق هجومي يسجل خمسة ويدخل فيه ثلاثة يسجل ستة ويدخل فيه اثنين. لكن حنا وش اللي صاير في الهلال؟ راحوا لعيبة المنتخب ونذكرها الجولتين اللي الهلال لعب بدون لعيبة المنتخب في جولتين لعيبة المنتخب ما كانوا موجودين. وين راحوا؟ راح من الهلال حوالي سبع لعيبة من المنتخب لعب جولتين تعادلنا تعثرنا بأربع تسعة نسيت خربين وعموري انصاب وقتها. بس لحظة بالله يا أبو خالد عشان ما ضيع استرسال. شوف في جولتين الهلال فقد سبع لعيبة من المنتخب تكلم لعيبة سعوديين فقدنا أربع نقاط. هذه كانت في سلم الدوري كانت تعطينا باور قدام. مع ذلك الأندية كلها ما عندهم لعيبة منتخب. كل الهلال لعيبة منتخب ما كل واحد ما عنده لاعبين لاعب لاعبين. واستمر الدوري والهلال مشى وكلنا نذكر الدوري هذا. مسألة أني أقيل خيسوس عشان شخمط على الجدران كلنا نذكر السالفة ذيك. ولما يجيني محمد بن فيصل كلنا يوم طردناه من الباب الصغير لما 5-0 ضد التعاون بتاريخ الهلال ما عمره أخذ نتيجة بالشكل هذا 5-1 5-2. لكن تاريخيا تيجي على تاريخ الهلال ما أخذ نتائج تاريخية على مدار التاريخ كامل. تيجي في ذاك الموسم تصغر وتقزم من الهلال وتجيب زوران وتخلي الهلال فريق دفاعي. وأذكركم ترى والله أني أذكرك اللعيبة ترى والله تحس اللعيبة سلم ريان أبو عمر دقة ما قطعت أحد خلني وصل لعندي. أبشر. فكلنا نذكر في ذيك زوران أنا أذكرهم بالاسم ممكن أذكرهم بالاسم هوامير ومعروفين كلهم الله يا سلام تونا حسينا عندنا كرة قدم. نفس الأشخاص هذول اللي موجودين وكل تونا نحس إن عندنا مدرب تونا عندنا الهلال تونا نحس عندنا مدرب. نفس الأشخاص بعد أربع مباريات قال الله لا يوفقك يا زوران. لذلك هي لغة العاطفة حس إنه كل واحد حطه في مركزه وقالوا الله ممتاز الله. وش سوى زوران؟ ترى مو فورة لعيبة لأن خيسوس كان شديد عليهم والسطوة اللي كانت موجودة عند خيسوس على اللاعبين ما حد يقدر لا يقدر عليهم محمد بن فيصل يقدر يتحكم فيه ولا حد يقدر عليه. فكان هو الأمر النائب في النادي وكان هو اللي مسوي كل شيء في النادي. خيسوس لما جاء كنا استبشرنا خير وانبسطنا عليه. أنت يا عبد السلام عندك متابعين كثر وأنت متابع وكلنا نعرفك يا عبد السلام طريقتك خاطئة إذا أنت داعم للهلال ما تسوي الحركات دي. أول ما يتعاقد معاه الهلال تغرد تغريدة كانت سيئة في 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 قرار الإدارة وفي هذا. أنا بعلمك حاجة أبو ليال تغريدة يعني لما تقول تغريدة لما تكلمت عن خيسوس أيوة عن الإدارة ما خليت ولا بقيت وطقطقت على الإدارة أيوة التغريدة تغريدة وش هي وش يقولها بالله عبد السلام قولها وش هي أبو عبد السلام خلني وصل أبو عمر أبو دانا أسمع ترى أبو عمر أسمع أبو دانا معلش قبل أنا بقطع كلامك شوي كل ماني مخطي ما أخطي أبو عمر تعرفني ما أخطي يا أبو عمر الله يرحم والديك ما أخطي إيه أنا عارف والله أنك ونعم أنا داري ونعم معلش لكن حكاية إنه هذا غرد غلط وهذا هذا كل واحد حر ممتاز أنا ما جيت أحد أبعلمك ما جيت أحد تغريدة وش هي يا خالد وش هي تغريدة عبد السلام تغريدة وش هي طيب لحظة لما أنت تكلمت تقول جانا خيس أتمنى محمد بن فيصل محمد ما عرف لك إلا محمد بن فيصل هذه بعد التعاقد نعم ما عرف لك إلا محمد بن فيصل قدام كل في أكثر بالله والله ما قلتها هذه أثبت كلامك هذا طيب
ابو عمر، ابو عمر رجالي، الرجالي حلف، انا ما دافع عنه والله ابو عمر، لكن الرجال ما حلف صدق، والرجال حلف والله ما كتب. يا ابو دانا، يا ابو دانا، ولو كتبت يا ابو عمر، يا ابو دانا جعل عمرك يطول يا ابو دانا، يا النبي يا الربع صلوا على النبي. دقيقه 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 عبد السلام، دقيقه ابو خالد يا ربع، والله ما بيستخدم الكتب والله يرضى عليك يا ابو دانا. داخل على الرجال ومن حلف فصدقوه، الرجال يحلف يقول والله ما كتبته يا ابو دانا. طيب طيب، اول ما تعقب طيب لحظة، خلني وصل فكرة. أول ما لحظة عبد السلام، عبد السلام أبو عمر، أبو عمر تسمعني؟ أبو عمر تسمعني؟ أبو عمر أسمعك، أسمعك عبد السلام. طيب أول ما تعاقد، خلني بقول لك حاجة أبو عمر، أول ما تعاقد الهلال مع خلني بقول شيء. التغريدة اللي أنا كتبتها، كتبت أن الهلال فاوض زيدان وما حتكلم عن الشيء هذا، وكان لزيدان خيار من ضمن عدة خمس خيارات، ولا واحد جاء من الخيار هذا، وفشل وفشل ذريع وجابوا الخيار السادس، وخصص رجعته غلط، وشفت الجمهور كلهم يقولون ادعم التعاقد، ادعم التعاقد، حذفت التغريدة ومستعد اجيب التغريدة الآن، احتراما للجمهور وحبا للكيان وحبا للهلال. طيب وهذا اللي صار. اما طيب، انك قلت التغريدة يا انك رجال تجيب التغريدة او اعتذر الآن قدام الكل. عبد السلام، التغريدة كان فيها تهكم على التعاقد وموجودة، ما يعرف كل محمد بن فيصل وكل اللي موجودين الآن يشهدون، أنا ما كذبتك. أبو دانا، أبو دانا، صلوا على النبي يا أخوان، يا ربع صلوا على النبي. أبو حور، أنا ما بيستخدم الكتم، أنا ما بيستخدم الكتم، يا الربع صلوا على النبي. اذكر والله، اذكر والله، أنا ما بيستخدم الكتم والله، ما بيشي. أبو دانا جعل عمرك يطول، جعل عمرك يطول. دقيقة يا عبد السلام، عبد السلام الرجال، يا أبو دانا يعطيك العافية، عندك يا رغيم، مش عندك، الله يستر عليك ابو ياسر. ابو دانا الرجال حلف وقال انا ما كتبت ابن فيصل، ما اعرف لك ابن فيصل، الرجال يحلف يا ابو دانا، يعني يمكن صار فيه لبس الموضوع، انتهى الموضوع، الله يطول لي بعمركم، لا ندخل في مناقشات ما لها داعي. عندك عندك نقطه ثانيه يا ابو دانا؟ سم. طيب شوف، بجيك انا بقول لك حاجه، مساله الشخص على مدرب والاداره واثقتم فيه وجايبته، اذا شوف أنا ما عندي مشكلة، تنتقد انتقد، لكن لا تجرح. ما أحد جرح، ما أحد جرح، أنت الواحد عبد خالد، لا تكذب يا خالد، أنت رجال عطلة تقريبا، ما كذبت عبد السلام، ولا رجال تعتذر قدام الكل الآن، خليك يا عبد السلام، عبد السلام خالد أبو دانا، بس يا الله يطول لي بعمرك رجال، وليد بالله لا تدخل، وليد اسلم يا تكفى، أبو فهد وصل للي عندي. شوف عبد السلام، أنت لما أنت تعاقد الهلال مع خيسوس، انت خالد، اسمع يا خالد، عندك مشكله مع خيسوس مع الهلال، خلي عبد السلام بحاله. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوف اسعد الله الرجال، نايف دقيقه، نايف دقيقه، في ناس عبد السلام بما انه كرسي اعتراف لحظه، لا لا خالد، كرسي اعتراف يا خالد، عبد السلام وش مشروبك المفضل؟ نايف ما بكل شيء، يعني تعرف اللي يحب يتكلموا يا نايف، احترم الرجال، يعني والله مثلين يتناقشون الرجال، ما حد تدخل بينهم. شوف ابو عمر التعاقد مع خيسوس تم بموجب ثقه الاداره واللي جابوه، زين اذا انا لابد انت ابو دان الحين هنا كله نروح ونرجع، سيب عبد السلام في حاله، تمام خلاص. انا بقول لك، لا لحظه، هي حمله ممنهجه على المدرب. لا اقسم بمن حل القسم، دقيقه يا عبد السلام، اقسم بمن حل القسم والذي بيده ملك السماوات والارض، اني ما تبع حمله ولا حد دخل علي قال كلنا كذا، قسم بالله ان المدرب ذا ما يناسب الهلال، وانا مغرب من اول منشن تعاقد مع الهلال، وارجع وشوف ما في حمله يا ابو، احنا نشوف ان الهلال ضايع مع جسس، وين المشكله زين اذا انتقدنا؟ لا طيب. لا يا نغمش، انا هذا انا في حمله مع خالد ضد اللي يقمعون نجيسس عادي، ما ادري عنه ابو داني، احسب ان كلنا ضد حمله. لا لحظه، ابو فهد شوف ابو داني حمله ابوه، لا خلني اوصل لعنده بكيفكم، ان شاء الله نتفوني كلكم، خلني سامي ابو داني، سامي شوف
طيب انا اسمع قبل تقول لي عندك جيب تحيه عبد السلام ولا اعتذر للرجال عبد السلام عبد السلام يطقطق على الاداره بالتعاقد تغريده لحظة رجل قد كلامك وهذه التغريده عبد انا رجل انا رجل قبل ما اعرفك عبد السلام تغريده طيب انا ما سالتك موعدني ما تعرف عبد السلام اقول عبد السلام يا اخي ابو عمر يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال تدخلك خطا تدخلك خطا وليد والله خطا انا كتم انا كتم انت داخلين هنا في سبيس التهاوشون عندي في سبيس اذكر والله يا ريجي ريجي لأعماركم كبيرة تهاوشون وش خليتوا للصغار يا أخوي يا أبو دانا الله يطول لي بعمرك عندك كلمة قلها والله يسر عليك أبو دانا لا تسقط على أحد الله يرحم والدين والدك خلاص الرجال حذف تغريداته انتهى الموضوع يا أبو دانا طالبينك طلبة علشان يفكر من ذا السالفة حنا انتقدنا المدرب في عندك شيء يا أبو دانا قله وأنا آسف على الكتم تبلت كبودنا قسم بالله أسلم يا أبو دانا طيب مسألة المدرب الآن موجود عندنا مدرب أنا والله داعم للإدارة والمدرب ليش؟ لأن إلى الآن أنا في بداية الدوري أنا أعتبر المباريات اللي راحت كلها مباريات تجريبية إلا مباريات الدوري ثلاث مباريات تعتبر رسمية أعجبك الفريق ما أعجبك الفريق شكل الهوية حقة الفريق لا أنا بالنسبة لي عندي أعذار بالفريق عندي أعذار اللي صار عندي أبو عمر كان عندي أبو عمر تسمعني عندي أنا أسمعك أنا أستأذن منك أنت وأبو حور ومن الجميع أنا ومن الموجودين هنا وطال عمرك الرجال إذا قالوا كلام يثبتون كلامهم أو يسدون أفواههم عبد السلام إذا في حد يتكلم أنا أتمنى أنك ما تتكلم أثبت كلامك تعال تكلم معي حذفتها حجة الإدارة اللي هاجمت فيها الإدارة عبد السلام كلها موجودة اللي هاجمت فيها الإدارة بالتعاقد ولما اتفوك الهلاليين حذفتها وش التغريدة وش التغريدة لما تهاجمت الإدارة بالتعاقد مع خصم في شيء اسمه انتقاد إذا أنت مسير لا مو انتقاد ما كان انتقاد إذا في ناس يسيرون هذا في إداري أنا رجال أقدح من راسي لا لا لا, لا. أنا بعلمك حاجة ما كان انتقاد عبد السلام ولا الكلام معي أبو حور أبو عمر أنا استأذنكم استأذن الموجودين كلكم أنا والله وصلت نكتي من اليوم ما كان انتقاد هو ما كان انتقاد وحذف لحظة عبد السلام دقيقة عبد السلام تمشي دقيقة عبد السلام هو يقصد تغريداتك اللي أنت كتبت فيها إن الوزارة الرجال يا وليد مش الرجال الله يستر عليه الله يستر عليه ودانا مش الرجال يا وليد توضيح بس يا وليد الرجال ما شاء الله يرحمه فضحتوا عند النصراويين يا وليد دقيقه يا وليد الله يرضى عليك الرجال ما شاء الله يستر عليه يا وليد خلاص فكر الرجال بس لا في تغريده لم موافقه وخطا فمن حقي طيب رجال الله يستر وليد وش التغريده وش انا بعرف وش التغريده يا اخي تغريده بقولها لك تبيني اقول لك تغريده ذكر فيها خلاص راح التغريده لا ابو محور بيسمع التغريده دقيقه ريان ابو فهد دقيقه ريان ثواني يوسف أبو حور ذكر الرجال في تغريدته أن إدارة الهلال تورطت وجت الوزارة واهدتها جيسوس يعني هذه حقيقة ما هو شيء لا هذه حقيقة لا هبد لا من الوزارة اللي أعطتها هبد يا يوسف لا والله وليتنا لا والله هبد لا والله أنا حقيقة أن الوزارة تبيل المنتخب طيب وين الإسقاط في الموضوع طيب ما قال شيء ما خطأ لا ما هذه تغريدة ذكرها معلومة خطأ ما بإسقاط معلومة خطأ طيب وين بدان يقول إسقاط يا وليد يا حبيبي استغلوا خلاف الخسيس يقول انا ما ابغى ادرب المنتخب ابغى عقد سنه طرح عليهم الخيار ووقعوا معه هذه كلها حكايه لا بس الوزاره تروح تعطيه النادي لا النادي راح فاوض ايه بس الوزاره تعطيه لا ما اعطيه ما بيجي تدرون النصراويه الحين يطقطقون علينا الناقد يقول خذ المدرب ومين السبب يا غامش السبب والله فضحتونا والله فضحتونا النصراويين يضحكون علينا يا تناقشون زين لا نقاش عادي ابو فهد شوف ما في سالفه في حاله فوق الربع يا وليد يا ابو حلال انت كل شوي تضيعت انت تدري انت تتخرب ابو دانا وليد يا حبيبي يا وليد يا حبيبي وليد في الاخ وليد. ثابت والاخ بندر والله لهم نص ساعه وحمد والله لهم نص ساعه سم ابو فهد سم يا ابو دانا ابا ختم لان انا صارت في مداخلات وانا سم يا ابو دانا وليد المفترض اذا في اثنين تناقشون ما في اساءه لا تدخل تحاول تقول يا فلان يا فلان انت جالس تشيش العالم الطريقة خاطئ ما دام انا ما اسأت وعبد السلام ما اساء خلاص كل واحد يقول اللي عنده ما كان في اساءة حتى موجود المضيف موجود الشركة اعتقد ان كفو يبدون ابو عمر انت سيب الاشخاص خلي كل طيب. واحد غير طيب باجي عند خيسوس خلني اخيس بعطيك احصائيه خيسوس لا لا بعطيك ابو عمر بعطيك بعطيك احصائيه الخيسوس انا احل الاحصائيه جيسوس انا مو عاجبني ابو دانا من حقنا كاس العالم
ابو دانا من حق اني اعاتب. انت غلطت علينا يا ابو دانا. ابو عمر دقيقه، انت غلطت علينا، قلت ان احنا تابعين حمله وحنا ما ادري ايش وهذه كلمه. لا يا ابو دانا انت قلتها يا ابو دانا، انا سامعك، انا سامعك. لا يا ابو دانا انت قلت كلمه، والله يا ابو دانا انا سامعك باذني. طيب انا ماني بسقه يا ابو دانا، اخطيت بحقنا انك قلت ان احنا تبع. انا تناقشت معك مساحه بين الرقنيات تذكره بعد المباراه. واجب عليك الاعتذار وملزوم بالحق يا ابو. نعم ملزوم بالحق على ذا الكلمه يا ابو دانا. طالبين الطلبه، انت اخطيت. اقدر اوصل فكره يا خالد. انت رجال تاخذ حق وتعطي حق. نعم. منك الاعتذار ونبغى ابو عمر. لازم انك تعتذر يا ابو دانا. طيب ابو فهد انا اعرفك رجال حقاني وتعد الحق. طيب ابو فهد اسمع، الله يرحم والديك يا ابو عمر. ميوتك ابو عمر. لا ابو عمر، لا ابو دانا والله انك تطقطق يا ابو عمر، ماني فاضي. لا يا ابو دانا انت اخطيت وقلت ان احنا تبع حمله. طيب وانت ابو دري وش من جهتك اخلص اللي عندي وسوي اللي تبغاه. لا ابو دانا، لا واجب انك تعتذر يا ابو دانا. انت الحين دخلتني مع العالم. انا عارف من الناس اللي طالبوا. نعم انت دخلت يا ابو دانا وقلت الهلاليين ينتقدون خسيوس تبع حمله. وش اللي احنا؟ لا لا هذا اتهام خطير. احنا رايجي نقدح من روسيا، ما احنا تبع حمله، ما احنا رايجي يسحبونا ويسحبونا يسحبونا في سلاسل، ما احنا بحمير يا ابو دانا. الله يطول عمرك ابو فهد. ابو فهد سم سم ابو دانا، انا ما قطعتك، خليني اتكلم لو دقيقه لو سمحت. تم ابو دانا، انت دخلت واتهمت ناس اللي تطالب اقاله فاسيوس ان ناس تقود حمله. انت عليك ان تثبت الحين منهم الناس اللي تقودون حمله وبالاشخاص، او انك تعتذر. هي ثنتين، يا اما انك تجيب لي الحملات اللي يقودهم منهم او انك تعتذر. بالاخير هذول اصوات هلاليه من حق، من ابسط حقوقه ان تطالب اقاله خسيس، حتى من ابسط حقوقه انها تطالب اقاله الرئيس. بعد ما حد طلع احد عليهم من النادي وقال انتم، ما طلع فهد بن نافر ولا طلع فهد فرد ولا طلع احد عليهم قال ممنوع عليكم النقد. تيجي انت يا بودان وتتهمه انه ينقدون من حمله من جروبات. ما قلت الكلام هذا نهائيا. خنوره صدق والله اني قلت يا ابو دانا. ابو دانا، ابو دانا انا اعرفك يا ابو دانا، انت رجال ترى كلمتك سيف. انت قلت كلمتك انك تعتذر يا ابو دانا. اسمع اسمع سم اسمع سم مني الكلام، اسمع سم الكلام. سم سم شوف ابو فهد، انا اقول لك الطريق. ابو دانا ابو يا اخي كذا ما نقدر نتكلم. ابو عمر دقيقه، خلي ابو دانا يتكلم. اسلم اسلم الان. الآن لما أقول لك، أنا أقول اللي صار مع خيسوس من يوم وقع معه، تحس إنه هناك كأن في حملة ممنهجة عليه. الطريقة كانت خاطئة. لحظة شوي خلني أوصل. بالله تكفى أبو عمر ميوتك يا ابن الحلال، عجزت تتكلم كلمتين على بعض تقاطعون. خلي شوي أبو عمر، سمحت أبو عمر إياه أنا سمحت. فأنا أتمنى ما دام وثقت فيها الإدارة، وثقت فيها الإدارة الفنية، وأن خيسوس بعطيك إحصائيات خلال فترتين 20 مباراة فايز بعطيك الاحصائيه الان زين، وقل لا خاطئ ولا ما هي خاطئه احصائيه خيسوس. شوف انا عندي بوستر بالنسبه للمباريات خيسوس، 20 مباراه فايز ب 14 متعادل بخمس خسران واحده معي. هذا فيش ما بين الفترتين اللي جاء فيها خيسوس. طيب انت الان هجوميا الفريق ممتاز، عندنا اشكاليه. وشوفي احنا متعود الهلال على طريقه الاستحواذ، وما احنا متعودين انه اي فريق يخترقنا، صح ولا لا؟ هذا يزعل الهلالي ومن حقهم ينتقدون الشيء ده. لكن انا بالنسبه لي اتكلم كدوري وكمتابع للهلال، انا بالنسبه لي ما دام اني احقق نتائج اشوف ممتاز. ليش؟ ما ابغاه يقدم لي مستوى وما يجيب لي نتيجه. يا ما صارت لنا مباريات كثيره مع دياس قدم مستوى مميز لكن خراحت علينا النتيجه. من ضيع علينا نهائي اسيا في الذهاب والاياب من الموسم الماضي هو دياس. لا تقول لي غيره، حتى لو كان سكواد ناقص، حتى لو كان عنده بعض، لا كان في اخطاء تكتيكيه في المباراه غير طبيعيه. تكتيك واحد من اول مباراه الى اخر المباراه، ما عنده تنوع في الاسلوب، تلقى استحواذ من بدايه المباراه لاخرها. طيب ابو دانا لعب... دياز راح بحاله خلاص. انت ابو عمر، بالله ابو عمر بالله تكفى. ابو عمر احب خشمك، خلي الرجال يخلص جزئيته. في رجل واجد طالبك طلبه يا ابو عمر. لا اسلم يا ابو دانا، اسلم ابو دانا. انا بالنسبه لي، انا استبشرت خير يوم رجع. ليش؟ لاني اذكر فتره الاولى ما كمل المشروع حقه، اقيل وهو متصدر، اقيل وهو بفارق حوالي 7 نقاط، اقيل والفريق كان ماشي برتم ممتاز. من يقول انه خيسوس ما كان
مقنع؟ لا كان مقنع بالنسبه له، صح يسجل 6 ويجمع عليه 3 كان نصر وبغى يفوز عليك اخر يا ابن الحلال. لا انت لا تاخذ ابو عمر ما تاخذها على مباراه واحده، انت تبغى تتكلم لا ولعبت نهائي ولعبت نهائي الدوري العربيه لعبت نهائي وفاز عليك الزمالك 1-0 يا ابو بودان الله يطول بعمرك. افضل مباراه اللي يفهم كره قدم افضل مباراه لخيسوس مع الهلال كانت يا ابو عمر ما يصير يا ابو دار الحين جيسوس يا ابو عمر ولا ما دام كوره صح؟ طيب لا اذا خلصت اذا خلصت قل اللي عندك، خلني اقول اللي عندك. مباراه اللي تابع مباراه الهلال والزمالك بعين محايده يعرف ان افضل مباراه للهلال هي مباراه الهلال مع الزمالك، خسرنا النتيجه لكن الهلال قدم مستوى خرافي، تنوع في الاسلوب، استحواذ، كل شيء سويناه في كره القدم، لكن راحت من النتيجه، ايش استفدنا؟ خلاص البطوله راحت. تعال نفس الطريقه مع دياز نقدم، انا احبه وعندي انا ترى شبيح دياز، واللي عرفني زين عرف اني انا احب دياز واحب اسلوب دياز، لكن دياز ما عنده اسلوب تنوع في المباراه، تلقى الركنيات طريقتها واحده، ما في اكثر من طريقه في الركن. الكرات الثابته نفس الطريقه، الاستحواذ يبدا. طيب انت تقدر تخترق بعض المرات؟ لا، الفريق لابد يبدا من الحارس، لا انت تقدر تمشي قدام؟ لا، الفريق لابد يبدا على الظهير والظهير يعطي ظهير وتمريره موسيقيه وما ادري ايش. خلاص الان اللي قاعد يسويه بالنسبه لي انا خيسوس، انا اتكلم لي انا بالنسبه لي مقنع. ليش؟ في مباريات كثيره، مباراه الاتحاد مقنعوا قاعد يخلص التشكيله يا ابو دانا. لا عمر بعطيك انا بعطيك مباراه الاتحاد خلي يا ابو عمر عشان اعطيكم المايك انت تاخذون راحتكم. مباراه الاتحاد يا ابو عمر، ابو عمر انت شريك يا ابن حلال اصبر شوي. مباراه الاتحاد مباراه الشباب اعتذرنا بعدين ما ادري ترى ما احنا ما في حاجه ترى ابشر ابو عمر. شوف مباراه الاتحاد ومباراه الشباب كانت من افضل المباريات اللي قدم فيها الهلال مستوى، رغم النقص لما انطرد منه لاعب ضد الشباب، لكن الهلال قادر يلعب بطريقه ممتازه، حتى مباراه الشباب لعب طريقه الاستحواذ، لعب طريقه اللعب المباشر، كل شيء في كره القدم قدمناه في مباراه الاتحاد. كل شيء حتى في مباراه الشباب، احنا ناقصين الهلال ما حد يقدر يخترقه، نقدر نطلع بالكوره بطريقه سلسه ممتازه جدا واحنا نلعب 10 لاعبين. طيب، ايش اللي صار بالهلال؟ في مباراة النصر ممكن العيب الخطأ في التبديلات، لما أنت سلمت المباراة وأنت قادر تحشرهم في مالكم من شيء، أنت سلمت أطرافهم. تبديلات معروفة، ترى كلها تبديلات معروفة. إيه طيب. في الدوري عشان أختم في الدوري في الوقت. أبو عمر خله هو بيختم. أسلم أبو دانا ختم. طيب عشان لازم أعتذر أبو دانا. رجل. بيعتذر معلك أنا أبو عمر خلاص خلي الرجال عندي والرجال أسلم. والله على عيني وراسي قسم بيت الله بالعكس أنا حتى. يا حبيبي أبو دانا من طيبك طيب راسك أبو دانا أسلم. أي بالنسبة في الدوري. هو طلب احتياجات، الآن احتياجاته بدأت خلص احتياجات. ما عاد له عذر نهائيا خيسوس ما يقدم مستوى، الآن تلقاني بسن كل الأقلام وكل شيء عليه، ولا خلي ولا بقي، ما دام الآن احتياجاتك وتبغى حارس مثل ياسين بونو وأنت بتلعب لأنه بتجيك تحولات بشكل كبير وتحتاج حارس قوي وأنه يتقبل الانفرادات ولا عنده مشكلة زي ياسين بونو اللي صار في مباراة الرائد، إذا أنت احتياجاتك اكتملت، الآن الله يرحم والديك ثبت كنه في محور 6 وخروا بالنفس وسافيتش موجود. طيب يا طيب الان انا في الوقت الحالي انا والله العظيم ابكون راضي مو راضي يسويها. طيب هو هذا المشكله مو راضي يسويها مو راضي لا 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 وتأكد يا ريال ابو عمر وتحدى في المعلومه دي اذا مباراه الاتفاق الهلال ما تغير بشكل كامل وشفت كل اساليب اللعب في كره القدم تلقاها سافيتش مطرود عنه مطرود عشان كذا بتغير. لا عادي اذا مدربك مدربك ما تخلى عن تنقنا تفكر دايته الله يعطيكم العافيه. وانا والله العظيم لما قلت كان من يوم تعاقد الهلال مع خيسوس كان كانت في هناك حمله ومنهج يا ريال ابو دانا انا برد عليك السلام والله عاد السلام رجال وانعم مثل ما انت وانعم وكفو لحظه ريال لو سمحت ريال لو سمحت والله غلطت على الرجال يا ابو دانا والله ما غلط قلت كأن حملة ممنهجة من يوم طيب ما رد عليك على الحملة دي رد عليك على الحملة دي لا رد عليك على الرجال أبو دانا يا أبو شيء لحظة ريان ريان حمل جابوك لحظة أبوك أنت دقيقة أبو دانا والله أنه ونعم وكفو يعتذر وقد يعطي حق ياخذ حق رجال ونعم عبد السلام والله ما غلط
ونعم في ونعم في الجميع ونعم في الجميع يا ابو عمر. ابو دانا انت اخطيت علي انا واخطيت على انا من الناس اللي كان يطالب وانا وبحور وناس كثيرين اقسم بالله انا ما نتبع ابو دانا. اخطيت يا ابو دانا اخطيت علينا. انا يتيم انا مسكين ترى يتيم والله ادعي عليك ابو دانا اخطي ادي ابو دانا اخطيت علينا يوم كنت تتبع حمله. شوف لحظه انا سامعك انا ماني اصقه يا ابو دانا والله ماني بس قلت والله يا ابو دانا والتسجيل موجود ارسل واحد من الاخوان انك قلت انت تتبع حمله في ناس تبع حمله. لا 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 ما احنا ما احنا بحمير يسحبون الرجيل احنا رجيل كلمتنا نقولها راي الكل يا ابو دانا يا حبيبي يا تاج راسي انا اعزك واحترمك واقدرك يعلم الله اني اكن لك كل الحب والاحترام وانت تدري يا ابو دانا لكن كلمتك اوجعتني انا ما انقاد انا اقول كلمه من رايي الشخصي راي الرياضي جايز اكون غلطان وجايز اكون صح بس هذا رايي انا اشوف ان الهلال باهت مع الجوسس قلت كلمتي اذا اقلوه كان بها ما اقلوه الاداره هم مقررين فيه بس انت هالموضوع يا ابو دانا لكن كلمتك لي والله انها وجعتني ووجعت بعض والله يا ابو فهد قلت انا من يوم تعاقد الهلال مع خيسوس طيب انا انا برسل حمله ممنهجه عليه طيب. بس بس الله يبيض وجهك يا ابو دانا يا حبيبي يا ابو دانا تاج راسي انكم اخواني يا حبيبي اخو عزيز وغالي يا ابو دانا رغم شفت لا 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 شوف اخو على غاله انت ابيك تعتذر الناس اللي تطالب في قالت خسيس لا 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 والله لا لا ماني معتذر لهم اللي قالت خسيس لا والله خطا اجل اجل انا ما اجل انا يا يوسف ما يشرفني وجودك عندي في المساحه تفضل مع السلامه يا رجال من قشر الله يستر عليك يا ابو سلفاي يا استاذ جمال ابو حور تحكم من الناس الموجودين ولا يضرب الباب يوسف ابو حور ابو حور صل عني بيتك الله لا لا ابو حور يا رب يا رب في ناس ما تقدر ولا تحترم يوسف طيب في ترى في ترى في بندر وفي ثابت يبون مايك لهم ساعه يبون يتكلمون ولا تطلع في واحد في مايك فتح حساب خاص ارسل له اسمه بندر اتمنى يا ابو حور تعطيه فرصه يا رب احنا داخلين احنا داخلين تناقش لا شوف انا ما عندي مشكله ابو فهد انا ما عندي مشكله اطلع قال تخسيس ما تصلح والله تحمل تقبلها الوضع الصادق واللي يعرفني زين في المساحات دائما يعرف اني اتكبر راس الناس جميع ما تفرق معي لكن يطلع احد يتهم ناس انا بحمله ومنهجه وانا عايشين تهم ده يتهم ناس انقاد اذا هم تعود الناس تقوده فهذا شيء خصه ابو حور بس يا رجال ما ينقدون يا ابو طلبه بعد. طلبه يا ابو حور قفل الموضوع طلبه دخل الله من عليك تفضل يا بندر بندر لك حساب واحد يبي معك بالله طيب بندر له ساعة والله بندر سم يا بندر سم السلام عليكم عليكم السلام بحكم الله بالخير جميعا أولا كمبدأ الجميع يحق له المطالبة باللي يبي وإبداء الرأي اللي يشوفه صحيح ومناسب للمرحلة هذا أولا ودي أقول رايب إن شاء الله ما حد قاطعني أولا المشكلة في الهلال بالنسبة لي هي الإدارة الرياضية بشكل عام الإدارة الرياضية وأخطائها الكارثية هي ما هي وليدة اللحظة هي من 4 سنين موجودة مع من أول وجود من أول ما جت إدارة فهد بن نافل بس البطولات هي اللي كانت مخفية الموضوع معليش الكوارث اللي جت من البداية من التعاقد مع كويلار من إقالة رزفان وأساسا إعطائه الحرية في اختيار الملف الأجانب والإدارة المرحلة من يناير وتم إقالته في فبراير ونفس الشيء صار مع جارديم كوارث في اختيار اللاعبين الأجانب كوارث في اختيار المدرب الأنسب أنا ودي فهد مفرج أو ما ودي أدخل بأسماء بس صاحب القرار الفني في الهلال أتمنى أنه يطلع يوضح لنا أسس اختيار المدرب معليش يعني إذا كان السي في هو المعيار الوحيد مثل ما أنا شايف حسب المعطيات فهو معيار أثبت فشله يعني مرارا وتكرارا سواء مع الهلال ولا غيره في الكرة السعودية من جارديم إلى جيسوس إلى غيرهم اختيار اللاعبين الأجانب اللي صار مع كويلار اللي صار مع أغلب اللاعبين المحليين من فواز الطريس وغيرهم اللي كرر نفس الخطأ مع سوتيلتو بعدين حاول يعوض فشل الصفقة بلاعب بخصائص مختلفة زي فيتو كلف 7 مليون يورو وعير في فترة في الموسم اللي قبل الماضي للشباب ونفسها دفعت مبلغ 8 مليون يورو في لاعب بطلب من مدرب أقالوه بعدها بشهر وكملت الموسم بست أجانب وما عوضت رحيل إدواردو ونفس الشيء مع قوميز لولا ما أنقذك الشباب في آخر مرة وفك اللي قالوا
كان كملت الموسم بدون مهاجم، وحتى من اغلب يعني من كثر ما ان الشغل كان كارثي في الملف هذا ملف المهاجم، في نفس الاداره الرياضيه كانت تتفاوض اوباميانغ وموديست في نفس الوقت، مهاجمين خصائص مختلفه. المقصد من كل هذا واشمل في الموضوع هذا موضوع اقاله رزفان، انت اقلت رزفان ان ما خانتني الذاكره بعد سوبر النصر اللي هو سوبر 2020، كملت الموسم بميكالي، كملت الموسم بميكالي لولا ما كان ما في منافس حقيقي على الدوري في ذاك الموسم كان الدوري طار عليك. يعني بالحسيني فزنا على المنافس الاول اللي هو الشباب 5-1، وكمل ذاك المدرب اللي يرقص في الطيارة واخذنا الدوري. يعني كثر الله خير اللاعبين انهم شالوا الليلة، والامثله كثير على الاداره السيئه. انا ما ادري، انا حسب المعطيات اللي باينه عندي ان الاداره غصب، الاداره الرياضيه غصب الا تبي تحول الفريق الى بدني، وهذا هو الغريب. الفريق معك ناجح، الفريق ناجح وهو يلعب كورته، هو يلعب اسلوب استحواذ. انا اسلوب اللعب المباشر انا ما ارفضه، انا ما ارفض. رازفان في الاصل هو اسلوب لعب مباشر، جارديم في البدايه نجح في اسلوب اللعب المباشر. هو الفكرة الرياضية في اختيار المدرب تكون على أسس، لا يمكن يجيب مدرب بس على سي في. الأفكار يعني معيار أساسي، وهي أساسا يعني عصب اختيار أي مدرب. مورينيو في الوقت اللي كان فيه أشهر وأنجح مدرب وحقق في موسمين مع بورتو اليوروبا ليج، وفي الموسم اللي بعد دوري الأبطال، يعني كان على اعتاب ان يدرب برشلونه قبل ما يرفض كرويف، قبل ما يرفض كرويف. ما ما يعني ما رفضه لاسباب شخصيه، رفضه لانه ما يناسب مدرسه برشلونه بس. هذا اللي نعاني منه، سوء الاداره الرياضيه في الهلال، انك تجيب جارديم وترجع بدياز بعده، ودياز اساسا من يعني ما ابي ابالغ، لكن من شهر 3 من مارش احنا ندري انه ماشي، كان عندك 4 شهور، 4 شهور كنت تفاوض فيها 6 إلى 7 مدربين، 6 إلى 7 مدربين، كونسيساو، ماركو سيلبا، تيتي، لا إله إلا الله، مرينا على أكثر من اسم، وكلها مدارس مختلفة، كلها مدارس مختلفة، إلى يعني جيسوس إن ما خانتني الذاكرة كان جاي في 2 يوليو، إلى 31 كنت تحاول بمورينيو. هذا كله وش يعني وش يبين لي؟ ان الشخص اللي ماسك هذا الملف ما هو فاهم اساسا، ما هو فاهم، ما كان قادر انه يتحمل الضغط، فكان يبغى يجيب اي مدرب عشان يسكت الجمهور. انا ارجع واقول اتمنى ما تجردون على هذا الموضوع، لكن انا يعني انا ما الوم جيسوس في الموضوع هذا في المرحله الحاليه، الومه على قرارات الغريبه في انه يبي يعني يطلع أسوأ نسخه من كل لاعب، لكن انا ما راح الوم جيسوس. هذا يعني له عقود يدرب، انك تجيب المجموعه ما تناسبه، يعني اكيد انه ما راح يغير منهجيته كلها عشان بس الهلال. يعني تشوف انت استمرار جيسوس خطا طبعا، لكن بالنهايه اذا قيل جيسوس ولو جاء لو بتيجي اللي هو كل الجمهور يطالب فيه، لكن نفس الشخص اللي جاب جيسوس مستمر ما راح نستفيد شيء، لان الموسم اللي بعده بيجيب شخص نفس جيسوس او يعني قصدك فهد المفرج يا ابو يا ايا كان. انا ما ادري، انا بس حسب كلام فهد بن نافل انه فعلا فهد المفرج اللي ماسك الملف المدربين، يعني اتمنى انه يتلحى ويجي شخص يعني متخصص في هذا الموضوع، متخصص، لانه مو معقول كل موسم نعاني من مدرب، مع ان مجموعه الهلال افضل مجموعه لفريق يعني من العالم، ما ابغى بالغ من العالم، احنا تخطينا موضوع اسيا في العالم، في السكواد الحالي، هذا السكواد الحالي مع الاجانب مع اللاعبين المحليين، ترى هلال يلعب دوري ابطال، يلعب دوري ابطال ما بالغ، سافيتش، روبن نيفيز، وياسين بونو، وكوريبالي، وميتروفيتش قدام، ونيمار، ومالكم، هذول يلعب فيهم يعني دوري ابطال وتنافس بعد، لكن تظهر بالشكل هذا يعني معيب، والله معيب. يعني أنا أتمنى أن يكون فيه شخص متخصص فقط في إدارة الرياضية. الله لا يهينك يا بندر يا حبيبي على الكلام الطيب، والله يبيض وجهك يا أخوان، الحالة فوق، أتمنى أنكم تتبرعون لأختكم الفقيدة عسى الله يرحمها،
وما نقص من مال المصادقة تصدقوا بأي مبلغ قادرين عليه. فضل الصدقة يدفع البلغ. فأتمنى أنكم تتصدقون. طالبكم طلب. اتفضل يا أخي تعب. سامي أبو عمر. لا. نازلة فوق شوفها. موجودة بس ما شاء الله اللي فوق الملفات اللي فوق واجد. ثابت عندك المايك. تفضل يا ثابت. مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام. الله يصبحكم بالخير جميع. مرحبا. أول شيء الحين حنا من قسمين ناس مع جيسوس وناس ضده. بس السؤال هنا ليش الناس اللي مع جيسوس يعاملون الجزء الثاني إنهم حملة وإنهم بيشيلون ضد الإدارة وضد الموضوع كله على الهلال. كل واحد له وجهة نظر وبيشوف اللي يناسب الفريق وكل واحد حر في اللي هو يقول أصلاً. بالنسبة للمدرب الخطأ ما هو باستمرار الخطأ جيد أصلاً. جيد جيسوس هو أكبر خطأ لأن الأدوات اللي يحتاجها واحد مثل جيسوس ما هي موجودة في الهلال أبدا. ما في الهلال لعيبة بدنية وتعاقدات الإدارة الحين في الدعم التاريخي والمركات هذا التاريخي كلها كلهم لاعبين يختلفون تماما عن اللي جالس يشتغل عليه المدرب. نرجع مدرب ما ودي أتكلم عن فترة الأولى. كل واحد له وجهة نظر. فترة الأولى أنا شوف كان يقدم نتائج ما يقدم مستوى. ما أذكر إلا مباراة الزمالك يمكن مباراة الوحدة اللي في مكة والبقية يعني النصر لو 5 دقائق زيادة أخذ علينا المباراة. الأهلي الأربعة اللي نتغنى فيها لو فيها شوية وقت أخذ المباراة علينا. بس انتهت الفترة الأولى بخيرها وشرها. الحين المدرب في واحد قبله شيء والله ما أدري منه يقول مع رجعة كوليبالي حسان تنبكتي بيتحسن الوضع الدفاعي. إذا كان الناس تشوف مشكلة الهلال في الدفاع مشكلة عناصرية هذه والله كارثة. مشكلة تنظيمية واضحة جدا. ما يلام لا بليهي ولا بالي ولا جحفري ولا مهاجم الخصم ينفرد. من أول مباراة لعبها وشفناها مباراة الكويتي في الشوط الأول وصلوا الباب 8 مرات. هنا عندك خلل. بعدين هو أفضل مباراة قدمها جيسوس مع الهلال في فترة الثانية هي مباراة الاتحاد. حرفيا أكل الاتحاد أكل. طيب من هو أفضل لاعب عندك بيلعب؟ هو يحتاج لاعب مركز 10. من هو أفضل لاعب عندك في مركز 10؟ سافيتش. طيب من هو أفضل جناح موجود في الهلال الحين؟ مالكم. طيب من هو أفضل محور 6 بيلعب معك؟ كنو. ولا واحد يلعب في مكانه الحين. وش السبب ما تدري. ليش كنو ما يرجع يلعب دام ساتر دفاعي ولاعب ماسك مركزه؟ ليش مالكم تخفي خطورته؟ يعني أمس شفنا 10 دقائق في الجناح صنع له هدفين أتوقع. ليش تروح تقتله وتنزله خلف المهاجم؟ ونفس الكلام ينطبق على ميشيل. هذا غير تبديلات وغير الحوسه اللي يسويها في المباراه. يعني مباراه النصر فريق ماسك الكوره يسحب. ما ودي اتكلم والله عن سالم كثير بس انك يسحب افضل 2 موجودين في الشق الهجومي ويترك سالم. اللهم صل على النبي. تعقيب على بسيط على دياز وراح بخيرها وشره. بس دياز لو فترته الأولى وفترته الثانية ما عنده اللعيبة اللي كانوا مع جيسوس لا في فترته الأولى ولا فترته الثانية. من مهاجم دياز في 2017 خربين ما يتقارن أبدا في جوميز. والحل التهديف الثاني لدياز في 2017 إدواردو. كانت الأمور ماشية حتى لين نهاية آسيا لين الإصابة عندما رفريق وقيل رجع مرة ثانية بدون ما يختار ولا لاعب في نص موسم. بس 2017 اختار اللاعب. احنا بنجلس احنا لو بنجلس نحاسبه على ماتياس اسمه. هو انت بس انت بالعلم هو اكبر غلط انك ترد مدرب اشتغل معك قبل كذا. انا اتفق معك لا ترجع لكن هو رجع. مو صحيح دياز ما اختار مع اللاعب. مو صحيح والله ما ادري هذا اللي نقراه ونسمعه. ايوه مو صحيح. دياز ما اختاره. دياز اختار كويفة حق الفتح والاداره رفضت. 2017 الوحيد المهاجم كان معاها ماتياس اللي جابوه. فلحد يعني كذبة تنتشر والناس تصدقها. ترى اختار كويفة اللي جاء. والله يا ممدوح اني ما ادري بالضبط عن المعلومة لكن اتكلم عن مدرب فترته الاولى ناجحة. الناس تركت الدوري وتركت كل شيء وحاسبتها على نهاية آسيا. مع العلم ان نهاية آسيا المهاجم الهلال الاساسي خذله في الذهاب يمكن 4 أو 5 كرات خربين ما شالت رجوله قدام الباب ما تحمل ضغط الجمهور. وحلها التهديف الثاني إدواردو أصيب في الدقيقة 8 يمكن.
الفترة الثانية المدرب ما اختار ولا لاعب، جاء طبق أفكاره وطبق طريقته واخترع كاريو في هذا المكان وحقق الدوري الإعجازي، يعني مستوى ونتيجة من أول مباراة لين آخر مباراة في الدوري لين جاب الدوري. وفي آسيا كانت أموره ماشية، أخطأ في النهائي ما 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 نختلف، بس أنت في الأخير تتكلم عن مدرب ما اختار لعيبته. لا في النهاية والله خذلنا إيقاد. أيوه. تشوف هدفه أمس قبل أمس مع الوحدة. بالضبط، يعني منه مهاجم الهلال جيسوس الفترة الأولى غوميز، ومنه مهاجم الهلال الحين مع متروفيتش. الناس بتقول مباراة اتفاق بيتغير الوضع، ما راح يتغير الوضع، ممكن مباراة اتفاق نتحسن شوي لأن سافيتش مو بلاعب وبيرجع كنو، بيكون فيه تحسن خفيف، بس بعدين يعني هي واحدة من ثنتين، يا سافيتش دكة بجنب جيسوس عشان تمشي الأمور، يا بيحرق علينا اللاعب. اللاعب ما يلعب في المكان ولا عنده أي شيء بيقدمه في المكان ده. مالكم ما يلعب مركز عشرة، لاعب جناح مباراة أبها ومباراة رايدمز كل فترة يقضيها اللاعب في الجناح، هو لاعب خطير ينافس على هدافين الدوري. كيف تروح تقتل العيون من يعني تقتل تحط اللاعب هنا وتحط سافيتش هنا وكنه برا؟ هذا اللي حبيت على القلب. بالنسبة أخوي معليش تعقيب أخير يوسف أبو يان غيمش، الأخونا اللي تكلم قبل شوي اللي يقول إدارة الهلال واختيارات وجهة نظر أن أفضل إدارة مرت الهلال إدارة فهد بن نافع، أنا تتكلم بالذهب تتكلم بالبطولات، حققت شيء ما حقق أحد قبلها. لكن لو تجي تشوف الاختيارات، الإدارة بدأت في رزفان، بدرب أقرب ماله طريقة الهلال اللي تعودنا عليها من 2010 اللي من بعد كوزمين جانا جريتس وحنا خلاص هذا الفريق وهذه طريقته وماشية معانا ونحقق فيها بطولات. رزفان مشى عليها، انتهى وقت رزفان راح جاب مدرب اختلاف كلي عن طريقة الهلال وعن المدرب السابق وعن أفكار المجموعة الموجودة كلها من اللاعبين. بعد جاردين رجع مرة ثانية دياز، رجع للطريقة القديمة، انتهى دياز رجع مع جيسوس اللعب المباشر. فيه الموضوع فيه لخبطة، ما في حد يعني ما في هوية واضحة يمشي عليها الفريق، لا في تعاقدات لعيبة ولا في تعاقدات مدربين. يعني مثل كويلار لاعب بطل بس برا الهلال، جيسوس مدرب كبير بس ما يصلح للهلال. هذا اللي عندي والله، بيض وجيهكم وتحملونا مداخلة طيبة من طيب راسك يا نايف. حمد حمد انت رافع ايدك يا حمد، نايف بيجيك بعد راسي اصبر. السلام عليكم، اسعد الله صباحكم بكل خير يا اخوان بدون استثناء. والله كلام جميل جدا من الاخوان كلهم جميع بدون استثناء صراحة، ناس مع كذا وناس مع كذا، لكن انا دائما اقولها في مساحة في كافيات مع اخوياي مع الشباب جميعها، اقول اي مدرب يقود الهلال هو بينجح نجاح، لكن في فرق بين النجاح والنجاح المبهر. النجاح المبهر هم مدربين ذكرتوهم تماما، الاولا هو جريتس، الثانيا رزفان لوشيسكو، الثالثا دياز. النجاح المبهر انك تحقق بطولات لنفس جيرتس، حقق دوري، رزفان لوشيسكو حقق ثلاثيه تاريخيه، دياز حقق وصل نهائي قاره وخذله بعض اللعيبه، دوري اعجازي وصافه العالم، اشياء كثيره. هذا المدرب اللي يبهر الجمهور عكس جوسس. يعني جوسس الامانه انا ما حسيت انه قدومه في الهلال هو يناسب الهلال. هل هو يناسب الهلال؟ شف أي شيء كرة هجومية بتلعبها مع الهلال هي بتناسبك، لكن فكرتك وين؟ الأسلوب اللي قاعد تتخذه مع الهلال وينه؟ أنا ماني شايف نهائيا. الدفاع عندك عشوائي، تنظيم عشوائي جدا. أول كان اللوم معيوف، أوكي ملام الأول وفي تخطب مستواه سيء، لكن مو ملام الأول، الملام الأول بأسلوب المدرب اللي قاعد يتخذه، ما في تنظيم دفاعي. نشوف رزفان لوشيسكو مع دياز أبهر صراحة، قدم مستويات، ومع رزفان لوشيسكو نفس الحكاية، لأن في تنظيم في أسلوب قاعد يلعب عكس جوسس. جوسس قاعد يلعب بأسلوب
مصيد التسلل، الدفاع متقدم، يعني يمكن يحط مصيد تسلل وخلفي 20 متر حارس. يعني يمكن شيء محزن حارس مثل بون وفي مباراة رائد، شيء محزن جدا جايبه متعلق في أوروبا وفي إشبيليا، ونسبة نجاح إشبيليا 90% مع هذا الحارس، إنه ينكشف مرمى أكثر من 3 مرات 4 مرات مع من؟ مع الرائد. الرائد موش تقليل منه، لكن ما يقارن. الهلال انتصر فعلا أمس، لكن انتصر بمدرب لا، بتكتيك مدرب لا، انتصر بجودة الأكبر، العمل الفني والتكتيك عنده 0.0000. المستوى قبيح لأبعد درجة بدون كورة ومع الكورة. صفقات سوبر يعني صراحة صرف تاريخي تاريخي جدا، تصرف جيب 3 صفقات بمستوى عالي، نفس سيفيتش، نفس أنا ما بتكلم متروفيتش ولا بتكلم الحارس، لا بتكلم لك ما بعد صفقة نفس وسيفيتش ومالكم. يعني أنت تقدر تبهر، يعني وش الشيء اللي تبي تقارن؟ هل تقارن خربين بمالكم؟ هل تقارن سيفيتش بدواردو؟ لا طبيعي لا، ما في. أنت لما أجي أخذ عناصرك اللي في 2018 وهم نفس عناصرك الآن، ما في مقارنة، جودة تفرق. يعني أنت التوليفة اللي ولفتها في مباراة الاتحاد لحبت صح، لقيت توليفة الصح، ليش ما مشيت عليها صح؟ يعني ذكر ثابت قبل شوي أنه الأسلوب اللي قاعد مالكم مش ممكنه، عشان من؟ عشان سالم يلعب أساسي. ليش؟ يعني حتى اليوم فترة من فترات سمعنا أنه دياز يقول أنه عاطفي. طيب جوسس شو نقول عنه؟ نقول له عاطفي؟ لا، بقول عنه جبان للأمان، لاعب ما أنت قادر تتصرف معه، لاعب ما قاعد يخدمني، قاعد يحرمني خانة سفج، وقاعد يحرمني خانة مالكم في الجناح الأيمن. آخر نص ساعة قدم جناح عن أجنحة روشن كلها حرفيا. يعني صفقات سوبر ستار، يعني شيء محزن أنك لما تيجي تنوخذ الكرة منك كخصم وتشوف سفج وتشوف نفز ومالكم يتركوضون ويتلهوثون وراء المدافعين عشان المساحات الطويلة اللي قاعدين نشوفها في الدفاع. يعني ما أنت تنتظر الهلال نشوف كرة قدم حقيقية عشان مباراة تبدأ مع الجسس لما ننتظر مثل مباراة تنتهي. ختاما بقول شيء بسيط جدا 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 كمشجع أقوله أنا وكل مشجعين رياضيين، مو بس مشجع هلالي عفوا معليش، أنا ليش جبت مدرب كبير؟ ليش جبت مدرب كبير؟ مو عشان ينقذني إذا توهكت، مو عشان يبتكر لي حلول إذا ترقعت معي، مو عشان يعوضني النكس بأفكار وأسلوب، مو عشان يرمي عذار بمؤتمرات صحفية، مو عشان يوقف مثلي أي مشجع هنا في المساحة 1000 شخص يوقف يتفرج معي. مع جسس للأمانة ما حسيت أني معي مدرب حرفيا. يعني التوليف الصح اللي ولفته أنت ما عجزت عنها، يعني كأنه كل الناس انتقدوه الرجل. أنا بيني وبين نفسي يعني أشوفه محزن للأمانة، أكثر شخص انتقد الموسم طاف هو كنو، وما بيتكلم بالتفاصيل، لكن الرجل مستواه متطور. ليش ما تبقى عليك لاعب ارتكاز، لاعب مقدم مستويات هائلة؟ أنا أشوف نفز يعني نفس الحكاية، نفس مقدم لك أدوار هجومية بشكل خارق وتظلمه بلاعب ارتكاز. سافت نفس الحكاية، عشان من؟ عشان سالم. والله إلا ما أنا شيء محسن. لكن إذا بنتكلم عن اللي يقولون الأخوان الحملة وما الحملة، إذا فعلا في حملة، أنا ما بأقول حملة بالأصح عشان ما أقول اتهام أو شيء، لكن إذا في حملة فعلا اطلع عندك صوت واكتب إن بقاء جسس مطلب هلالي، مثل ما هم يقولون إقالة خسيس مطلب هلال. هو يرى أن الهلال مصلحة الهلال بقالة جسس، وهذا الصح. هو كلامه وهاشتاقه يربط بالواقع، لأن الواقع أصلا أنا بنتظر جسس يخسر بطولة آسيا عشان يطلع، أنتظر جسس يخسر دوري عشان يطلع، أنتظر جسس يطلع برا المنافسة عشان أقيله وناقشه. لا يا حبيبي، بل مو إقالة خسيس مطلب هلالي، بل ضرورة، والله ضرورة. هذه أنت إذا بقاء جوسس حاليا في نص موسم أو بقاء سنة، أنا ما عندي يقين إنه إدارة بن نافل بتقعد معه، لأن عقده سنة واحدة وبيمشي معك. مستحيل يقيلونه أصلا، أنا ما أراها حتى أشوفها مستحيل. ليش؟ لأن عقده سنة بيمشي بيقدم بيحقق لي بطولة، نفس ما قلت بينجح نجاح معك في الهلال، لأن المنظومة معك وجودتك بتنجح مع أي مدرب حرفيا. فما بالك جوسس لو تجيب أي مدرب بالدرجة الأولى بالدرجة الثانية بينجح معك حرفيا، بينجح معك لأن عندك جودة أقسم بالله يتمناها أي مدرب حرفيا. والله هذا اللي عندي، واسف على الإطالة يا أخوي. يا حبيبي يا حمد، الله يبيض وجهك على الكلام الطيب اللي من طيب راسك، وفعلا انت ولد برستيج. يوم قلت عفوا والله انك ابهرتني، من زمان ترى ما حد قالها.
العموم نايف نايف العتيبي مقاطع مش اصحاب الغامش شايف كيف والله ابهرني والله يوم قال عفوا ابهرني للامانه تفضل يا نايف. السلام يا نايف عليكم وبركاته. عليكم السلام مرحبا. اعطهم كرت العائله خلاص مره واحده اسرد الاسم كامل. سم يا ابو سعد الله صباحكم جميعا بكل خير. ما أنا أتفق أنا مع كلام أغلب الشباب خصوصا ثابت كلامه في توظيف بعض اللاعبين في أماكن غير أماكنهم. يعني ما أنا ما أدري هل سالم ماسك عليه مقاطع ماسك عليه سيديهات ما أدري. نرجع لتاريخ خسوس الفترة الأولى آخر مبارياته تعادل مع الفيصلي تعادل مع النصر فاز على أحد بشق الأنفس انهزم من الحزم فاز على الأهلي في آخر الدقائق تعادل مع التعاون تعادل مع الرايد. يعني هذا تاريخه قبل لا يجيك على آخر مبارياته. جاك المباراة الموسم الحالي يعني أنا للأمانة نقطة أو مية خط تحت ليش كأنه ما يلعب ستة. أنا بعرف يعني كأنه لعبته يعني ولفته وليفة حلوة بين كأنه سافيتش واللهم صلي على محمد ونيفيز قد يعني مسكه والوسط طول بعرض تجي تسحب لي كأنه عشان سالم ما تطلع برا. أنا ما أنا في إشكالية عنده في النقطة دي. أنا لازم أحد يطلع يوضح إيش سبب استبعاد كنو ساتر دفاعي. أنت الإدارة فرطت في كويلار طيب في كنو قلنا يغطي مكانه يعني ما يقصر برضو تسحب كنو ترجع روبن نيفيز ليش إيش السبب؟ أنت كذا كشفت الدفاع وشفنا المباراة اللي راحت كيف هدف الرايد كيف كان ما في احد في الوسط نهائي. الرايد ما جاب هدف يا ابو فيصل. انت تراك انت تتابع مباراه الهلال متاكد؟ المباراه اللي راحت مباراه الفيحة قصدي الفيحة ايه اسلم ايوه انفرد مرتين بالباب يا ايه انفرد مرتين سبت ايش ما في ساتر ما في ساتر لا بس ساتر ونفس الظهير بس التركيز ما هو عليه مستواه والله ما هو عاجب يا سعود. اوكي اي لاعب يمر بدروب يا ريان هذه ما اختلفنا. سعود ما شاء الله الموسم اللي راح قدم يعني مستوى اسطوري لكن ارجع شوف الاهداف ارجع شوف الانفرادات ترى ما في احد قدام الدفاع. يعني الدفاع يرجع لك على خط واحد جحفلي الله يصلحه يكسر التسلل. يعني في عندك اخطاء كثيره ترى في الدفاع والساتر الدفاعي عندك خصوصا الرقم ستة محور ستة محور ستة لازم كأنه يرجع يلعب. لا ترجع لي نيفيز عشان والله سالم يلعب عادي سالم خليه يقعد في الدكة دخل ورقة رابحة يا أخي. انضغطت في المباراة يعني انحشرت في المباراة دخل سالم يجيب لك حل. أما تروح جاملة في مباراة كاملة عشان وتسحب كأنه تكشف دفاعك للخصم عشان والله لا المباراة اللي أمس قصدك سالم لا سالم المباراة اليمس ما قصر إيه لا دقيقة. دقيقة, دقيقة 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 انغامش ليش ترسل في الخاص لا تطول. يعني أنت الثاني سمعت لهم كلهم إيش معنى أنا لا تقول لي لا تطول موضوع شخصي لأن المايكات واجد يا أبو فيصل الله يطول بعمرك أمون عليك يا ولد أخلص علينا خلاص عطى المايكات اللي بعدي أسلم أنا أشرحها على بحور. تفضل يا اخوي مروان. تفضل يا مروان. خلص يا منايف اسلم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم يا مروان. الله يحييك. انا والله في سؤال ابغى اسالها لجميع الهلاليين. سؤال واحد. ايش افضل مباراه يوم جاء خيسوس مع الهلال من بدايه الوديات الى يومنا هذا؟ انا اتوقع ان اغلب الاجابه بتقول مباراه الاتحاد. ايه معروف مباراه الاتحاد. ايش السبب؟ انت شايف ذيك اللحظه كيف كانت التشكيل. مع أن كان عندك عناصر ناقصة في ذيك اللحظة بس إيش السبب؟ كان والله شكل الهلال وكل واحد ماخذ مركزه وكان نيفز وسافيتش ماخذين حريتهم في النص وكان عندك يلعب على جناحين ومهاجم واحد. يعني بعد هذا المباراة بعد ما مفروض نتطور يكون فيه تطور في المستوى مع اللعيبة اللي جو مع المهاجم المفروض من مباراة مباراة يكون في رتم تصاعدي في تحسن من مباراة لمباراة. احنا من يوم مباراة الاتحاد الى يومنا هذا اقسم بالله الهلال قاعد ينزل من تحت لتحت. ايش اللي خلينا نتكلم؟ ايش اللي خلينا نزعل؟ ذيك المباراة مباراة الاتحاد كنا متأملين الهلال بيكسر الدنيا. شفنا مستوى جبار
الدفاع كان لا إله إلا الله، النص كانوا ماخذين الملعب فوق تحت من الدفاع إلى الهجوم. شفنا الهلال قلنا والله الحين بيودينا يا رجل في 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 في, في ما عاد بقى له شيء بسيط وندخل في أوروبا. بس اللي قاعد نشوفه ما أدري إيش اللي في عقل خيسوس، ما أدري يعني الشيء الصح يخليه يروح يمشي وراء الخطأ بسبب إيش؟ أزعجنا من أول مهاجم، أنا ناقصني مهاجم ناقصني مهاجم. طبعا أنت يوم وصلت المباراة النهائية، المباراة النهائية اللي مع النصر بطولة العربية، النصر كان ناقص لاعب، لعب 10 لعيبة، هل تعذر؟ هل تعذر النصر؟ ما تعذر. شوف ايش سوي، ايش قدم قدامك المباراة النهائية واشواط إضافية، مع ان المفروض اللي يتعب ذيك اللحظة النصر وكان ناقص 10 لعيبة. بس هذا ايش يدل؟ يدل في عندك مشكلة في عقلك يا خسوس. ما ادري والله، هو مسألة عناد، هي مسألة ما ادري والله، شيء غريب. يعني حتى في مباراة النصر ذيك اللحظة كان في مستوى الصراحة سيء سالم، كان في مستوى سيء، وحنا ما نتكلم على أن سالم نفسه شخصيا، لكن نتكلم في لعيبة ما كان يؤدون ولا كان له يعني، أو في بوادر ممكن يحسن لك من النتيجة. مع ذلك طلع لك ما طلع مالكم وطلع مدري من ودخل لك كاريلو ودخل على أساس أنه بيحل الموضوع، لكن قاعد نشوف لا من أسوأ لأسوأ. يعني لا أنت اللي ناجح في التبديلات ولا أنت اللي قاعد تطور الهلال من مباراة إلى مباراة. فهذه وش يدل؟ يدل أنه في مشكلة في المدرب. إحنا كنا متمين على التعاقدات هذه، قلنا الهلال والله بيودينا خلاص ما عاد بقلب نلعب على في أوروبا. فجل آخر مباريات ما عاد الله يعين، وأقسم بالله نتابع المباراة وحنا معرقين، الله يستر الله يستر. الرايد والله اللي يعتبر أضعف فريق، أضعف فريق يا ناس، أضعف فريق الرايد، جاك هو مهزوم أصلا مباراتين ورا بعض، فجأة في أول 20 دقيقة تشوف جاي عليك 4 هجمات من الرايد وما عندهم لعيبة. هذه وش يدل؟ في عندك مشكلة، وانت ولا قدرت تلعب زين حتى مع الرايد، مع أن المفروض حنا ننبسط بالأربعة صفر والخمسة صفر، بس وش على النتيجة الكبيرة ذا؟ مع ذلك حنا زعلين، وش السبب؟ لا حد والله يقول لي والله حملة منهجة على المدرب وما ادري ايش، او ان في احد مخطط لهالامر عشان يقيل المدرب. لا والله، من يوم ما جاء خيسوس، من يوم ما انا اتكلم عن نفسي، من يوم ما جاء خيسوس خلاص سلمنا، سلمنا للواقع، قلنا وش نسوي؟ نصبر، يمكن خيسوس والله بيجينا لعيبه على مستوى عالي وجوده عاليه، وفعلا جو، وقلنا مباراه مرتين واول بدايات الوديات قلنا والله شفنا شكل الهلال، لكن قلنا نصبر نصبر لين جاء مباراه الاتحاد، قلنا خلاص خيسوس راح يثبت على هالتشكيلة وراح يدمر. مع ذلك كان وقتها ناقصين مهاجم وناقصين برضو جناح يسار، وكنا نتكلم لين جانا نيمار راح حد الحين ما لعب، قلنا بس مع ذلك يعني نشوف الهام الأسوأ الأسوأ. وحنا والله مسألتنا طبعا مستحيل أن خيسوس راح يطلع في هالمباراتين أو ثلاث مباراة، مستحيل، لكن هي مسألة واحدة، يا إدارة تناقشي مع المدرب، اجلسي مع المدرب وتناقشي معه. والله إذا شفت المدرب والله إذا هو مصر، إذا هو مصر على رأيه وعلى قناعته وعلى ذا، اعرف أن المدرب والله بيد الهلال في 60 داهية. أنت حط مثال اللي هي إدارة أيام نواف بن سعد، اللي هي على أيام ماتياس، أو ما أدري شو اسمه المدرب اللي رقياني، ما أدري والله ما أذكر شو اسمه، إذا أنكم تذكرونه ماتياس أتوقع اسمه إذا ما خبرني. تقريبا لعب أول 3 جولات، بعد الجولة الثالثة اللي هي أتوقع اللي خبص فيه الجولة الثالثة، أول جولة 3 جولات خبص فيها المدرب، حط كل واحد لاعب في مركز غير مركزه. لكن جت الجوله الثالثه، نواف بن سعد اتوقع ان اجتمع مع المدرب اكثر من اجتماع ذيك اللحظه، وتناقش معه وتكلم ايش الاسباب انك لما تحط لعيبه في مراكز غير مراكزهم. والله اعطاه طبعا المدرب اتوقع اعطاه سبب ما هم بر اساسا، واقهلوه في ذيك اللحظه لان يعرفون ان في ذيك خلاص يعني الكتاب مبين من عنوانه. أنت تعرف إنه والله أفكار المدرب هذه ما تتناسب أبدا مع اسم المدرب ما تساس من أول، معايا ضمير بجيبه ما تساس يعني مروان حبيبي ماتياس ولا حبيبي مروان يعني ما تساس مروان أنت قصدك مروان تسمعني أنت قصدك إن الإدارة لازم أنها تجتمع مع جوسس وتقرص صدنه وتقول يا ولد إيه نعم ولا إقالته إحنا ما لنا إلا ذا الحل وهو تبغاه كحل هذا نعم. الحل معك احنا شفنا انا الحين ما اتكلم معكم كيف شفتوا مباراه الهلال والاتحاد
أكل الملعب. الهلال أكل الملعب يا جماعة. إيه لأنه وظف اللعيبة بمكانهم. هذا المسألة مش مسألة والله عشان والله خيسوس، لا والله ما سلامته يا أخي، بينه وبينه إحنا علاقتنا عشان الهلال. نعم. لكن إذا إنه كان في ذيك اللحظة واستمر على التشكيلة ذيك اللي كان في مباراة الاتحاد، وتخيلوا كان مهاجمنا، تخيل لو في ذيك اللحظة كان مهاجمنا مثل فتش وكان جناحك مالكم ويشارك نيمار، كيف بيكون شكلنا في ذيك اللحظة مباراة الاتحاد؟ شيء خرافي يا حبيبي يا مروان، مع أننا كنا ناقصين. ما في حل حاليا والله. أنا حتى لو بنطالب اليوم بكرة أتوقع أن الإدارة ما راح تقيلة في لحظة، لكن هي مسألة واحدة يا حبيبي يا مروان ونايب لا تطول، أنها تجلس والله بيك ما علي أنا خايف. أنها هي مسألة واحدة، تجلس مع المدرب، تجلس معه والله إذا شفته أن المدرب مصر على قناعته وإلا بيمشي على هالوضع هذا وعلى التشكيل هذا، أنتوا لازم أنكم تتخذون إجراء. أنتوا دام أنكم غلطتوا أساسا من بداية أنكم جبتوا خيسوس وأساسا ما يناسب أدواتك، فترى مو من العيب أنك تتراجع عن غلطك، العيب أنك إذا استمريت على الغلط وتكابر. الوضع ما هو سهل يا مروان، ترى الوضع ما هو سهل أنك تقل، ما هو سهل وكلنا عارفين. لا ما عاد فيه فوضى، لا صدقني ما عاد فيه فوضى، كلنا عارفين. إيه كلنا عارفين. أنا ليه أقول لك لازم تتناقش مع المدرب، لازم تتناقش. إيه مروان كلا كلامك على عين الراس، والله وضحنا لنا لازم ان الاداره تمسك جيسوس على جنب وتقول يا ولد ترى انت ضايع، انت مسرحه غادي، تراك ضايع يا ولد الاجواد، غير تشكيلتك ورجع على تشكيلتك الاتحاد اللي في الدوري العربيه. هذا كلامك المره هذا الكلام. إيه بالاخير مهما تكابر، امشين الاداره ما تكابر بغلطها، بس لا تكابر. المشكله ان اذا الشايب مقتنع يا مروان، هذه المشكله، هذه المصيبه. اذا ما اقتنع والله انت لو تسلم زي ما قالوا الشباب، لو تسلم واحد مدرب في الدرجه الثانيه والله على الجوده اللي عندك حاليا اقسم بالله بياكل الملعب يا رجل. اذا انت في انديه لسه اللي هي اللي على ادارتها السابقه اللي هي الانديه المتوسطه قاعد تاكلك اكل وانت على هالجوده هذه، يعطيك العافيه مروان، يعطيك العافيه. المعذره على الاطاله وتشرفنا فيك. لا بيض الله وجهك يا مروان. اخوي لحن تفضل. لحن سمي يا لحن. سم يا ريان، السلام عليكم. صباح الخير. سلام. شوف انا ملاحظ يعني من بعد مباراه البارح تحديدا كانت في قدسيه كذا واضحه للمدرب، يعني ايش المشكله اذا جيت اليوم انا انتقدت المدرب؟ وش اللي بيصير في 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 الحياه كذا لما انا انتقد المدرب؟ يعني أنا اليوم ترى على فكرة أنا ما ألوم المدرب في طريقة لعبه، لأن إحنا عارفين كلنا من 2018 هذه طريقة لعب المدرب اللي هي اللعب المباشر. لما تختارها الإدارة وترجعها مرة ثانية، الإدارة هنا في حال أنها ما تدري أنه يلعب لعب مباشر فهذه كارثة، وإذا كانت تدري وتعرف أنه ما يناسب الهلال فالكارثة أكبر. فأنا في اللحظة هذه ما راح ألوم الإدارة، لا ما راح ألوم المدرب، أنا بلوم الإدارة. لأن في مثال قبل كذا جارديم اللي يلعب على اللعب المباشر، وعلى كذا أنت يا نفس الإدارة أقلتي بعد كأس العالم، معناها أن المدرب هذا اللي يلعب باللعب المباشر ما يناسب الهلال، اللي يناسب الهلال مدرب يلعب بالاستحواذ. أنا اليوم لو بلوم المدرب، وأنا فعلا ألوم المدرب على النقطة هذه اللي هي اختيار الأسماء وشكل الفريق، يعني مو معقول في مباراة مثل مباراة البارح ضد الرائد ألعب ثلاث أجنحة، ليش التأليف؟ يعني احنا مو قاعدين ننتقد ترى كرهم في جسس، ما في شيء يربطني انا اليوم ولا بشخصين، كل اللي في المساحه وكل اللي اليوم ينتقدون جسس ترى على فكره بعد مباراه الاتحاد كلهم مدحوه، ما اعتقد في واحد اليوم قاعد ينتقد جسس بعد مباراه الاتحاد كان ينتقده، او بعد مباراه الشباب اللي انطرد فيه عبد الله المعيوف ولعب 10 لاعبين من الدقيقه في 25 26 برضو كان ينتقد جسس، بالعكس الكل كان يمدح جسس وكل التصرفات اللي كان يسويها صح. اليوم أنا سؤالي الجسس اللي صدع فيني في كل مباراة، الحلقة كذا حقتك اللي تنجحك يا جسس محمد كنو، ليش في المباريات اللي من بعد مباراة الشباب ما صار يلعب أساسي؟ إذا في مباراة الشباب بعيدا عن أن نفس كان عنده كرت أصفر، لا كان أصلا مو منجحك إلا كنو، وقدامه لما انطرد من عندك المعيوف صار سافتش معه، هم الاثنين هذول هم اللي منجحينك. في كل تشكيلة أنت تنزل فيها محمد كنو ستة دائما تنجح، ليش تروح تألف اليوم وتلعب بنفس في مركز الستة بأدوار دفاعية وسافج ثمانية بأدوار دفاعية وتخلي مالكم وميشيل وفي خانة واحدة؟ لا حد يقول لي مالكم قاعد يلعب خلف المهاجم، لا مالكم كان يلعب في اليمين وكان في تداخل أدوار بينه وبين ميشيل، وش اللي كان يصير؟ كانوا يتداخلون بالأدوار كانوا كلهم ضايعين الاثنين،
في كورتين لعب جناح يمين لحاله مالكم قدر يتوغل وقدر يسبب لك هدفين. طيب انا ليش اليوم ألف والعب الخطوره اللي عندي اللي انا اقدر استفيد منها مثل سافيتش اخليه في محور الثمانيه بادوار دفاعيه واخلي قدام مالكم مع سالم مع ميشيل؟ انا ما عندي مشكله خل سالم يلعب حتى لو في أسوأ مستوياته بكيفك. في الاخير انا ما يعني بلومك انت على وجود سالم، لكن اذا انت مؤمن بسالم لهالدرجه وتشوف ان سالم فعلا هو الحلقه اللي ممكن تنجحك وتخليك تفوز ما عندي مشكله، لكن العب جناحين بس. الملعب ما في ثلاث اجنحه، الملعب فيه جناحين بس. في مباراه الاتحاد في أسوأ حالاتك قاعد تلعب من غير مهاجم ضد الاتحاد واسماء الاتحاد، كنت تلعب من غير مهاجم، كنت تلعب مالكم ونجحت لان مالكم كان يلعب مهاجم خلينا نقول وهمي، لكن عندك جناحين يعني ما هو باللي اخذ لي ثلاث اجنحه خليهم يلعبون وانا عندي مهاجم مثل متروفيتش. المنطق والعقل يقول اليوم ان محمد كنو انت لازم تبني عليها الفريق، انت ما تبني فريقك على مثلا سافيتش في الثمانية او نفس في الستة، لا انت ابرز لاعب عندك اليوم محمد كنو، لازم محمد كنو يكون في الستة ويلا تبني الفريق مع محمد كنو، لان محمد كنو ابرز لاعب معاك يا جيسوس وانت ما تقدر تسوي شيء حاليا من غير محمد كنو. فالموضوع ما هو شخصنا مع جيسوس ولا كرها في جيسوس. طيب يا هلا ريان، تضمن كنو مستواه يستمر او انه زي كالعاده؟ اعطى فرصته يا ريان، انت اعطيته فرصته في مباراه الاتحاد ونجم، اعطيته فرصته في مباراه الشباب ونجم، بعدين بديت تطلع ما صرت لعبه. طيب دام هو قاعد ينجم معاك ونفس في الثمانيه قاعد يؤدي ادواره بشكل صحيح جدا وسافج في العشره قاعد يسجل لك اهداف وقاعد يصنع لك اهداف، وعلى كذا انت روح يعني تخرب كل المنظومه هذه عشان تلعب مثلا سالم ومالكم وميشيل؟ لا، خل كل واحد يلعب في مركزه، ترى والله كره القدم سهله ان كل واحد يلعب في مركزه بس انت لعبهم في مركزهم. اليوم انا متاكد ريان غيمش ابو حور اي اسم ترى ما في علاقه بينه وبين جيسوس، عشان كذا هم مشخصنين مثلا مع جيسوس، لكن الشيء اللي قاعدين يشوفونه في الملعب. اليوم لما تقول لي جيسوس من 20 مباراه فاز 14 مباراه، انا ما تهمني بس النتيجه، اليوم انا يهمني اداء الفريق داخل الملعب. اذا انا من اول مباراه ضد ابها شكل الفريق فاش، شكل الفريق يضحك. احنا كنا نقول مع جيسوس دائما الفوضى دفاعيه، اليوم صرنا نشوف فوضى دفاعيه وفوضى هجوميه، حتى النص ضايع. هل يعقل اليوم الرائد اللي ما عنده ولا هدف في مباراتين يجيك المباراة الثالثة في الدقيقة 6 كان بيسجل عليك هدفين انفرادة؟ هل يعقل ان ياسين بونو يقعد يركض ورا الكورة يحاول يطلع الكورة ولله الحمد كانت تسلل؟ ما هو منطق الموضوع، ترى ما هو شخصنا من الاسماء اللي قاعد تنتقد جيسوس، لكن هم مو بعجبهم شكل الهلال. اوكي النتيجة مهمة، لكن برضو للمستقبل المستوى والاداء اهم. إلى متى بيصير شكل الهلال بدني لدرجة أني برضو أحط لاعبين في أماكن خطأ بعدين أقول يا أخي لا تنتقدون جيسوس، يا أخي سالم الدوسري هو اللي ضيعنا؟ ما له علاقة سالم، اللي قاعد يلعب سالم ترى جيسوس، اللي قاعد يلعب ميشيل جيسوس. أنا ما أنتقد سالم ترى على أي شيء إلى الآن إلا على سوءه كذا لمدة طويلة بس، لكن ليش يلعب أساسي؟ لا أنا أنتقد جيسوس عليها لأنه هو اللي قاعد يختاره. تقدر تطلع سالم وتلعب ميشيل مع مالكم وتلعب بكنو في محور الستة. فاللوم وكل اللوم ما هو على سالم الدوسري ولا على جمهور الهلال اللي قاعدين ينتقدون وانهم هذه حمله ممنهجه، ما في شيء اسمه حمله ممنهجه. يقدرون يردون برضو نفس الشيء اللي قاعدين ينتقدون، يقولون اللي قاعدين يدافعون هذه حمله ممنهجه الدفاع عنا من اي اسم يقدرون يختارونه في النادي هو اللي يوجههم. ما هم منطق، ما في شيء اسمه حمله ممنهجه، في شيء داخل الملعب احنا قاعدين نشوفه بعيدا عن النتيجه. مستوى الهلال مضحك، يعني خلنا نقول فوضى دفاعية هجومية لا تليق بالهلال. يعطيك العافية نغامش ريان وابو حور. قبل ما تروح ترى صوتك والله سامع قبل كذا. يا حبيبي يا حبيبي كلامك طيب يا ابو حور، انت تشوف الهلاليين كل ابوهم نفس الكلام ونفس التشكيلة يطالبون فيها، يعني يقولها كل العالم دي اللي تقول نفس الكلام ونفس الموضوع ونفس التشكيلة كلهم خطأ، وانت يا جوسس يا شايب أنت الصح يا جماعة، والله شيء يقهر قسم بالله. أبو حور في الأخ يا نغامش سامي جمهور الهلال والله فاهم كورة، والله أن الجمهور السعودي والله بشكل عام والله أنهم فاهمين كورة، والله الجمهور النصر أنه أمس طالب في اللاعب البرتغالي جاهم، شوفها اليوم تسوى، شوف اليوم شكل النصر
يا اخي النصر اليوم تقول كانه فريق عالمي قسم بالله. هذا لو انه يلعب معنا الان لو يلعب معنا في الوقت الحالي مدربنا جيسوس والله العظيم انه اقل شيء 4. احمد ربك ان الجوله الجايه انها الاتفاق، ومتاكد لو انها النصر بتطلع اقل شيء 3-0. اليوم النصر فريق مو بس بسيط، اليوم النصر من الحارس لين الهجوم. شوف شلون الجمهور السعودي، مو معقول الجمهور السعودي افهم من المدربين يا جماعه. الجمهور النصراوي يطالب في تفاوي لهم فوق شهرين، جاهم اللاعب البرتغالي شوف شلون النصر اكتمل. يا جماعه احنا ترى فاهمين كوره، ترى الجمهور الهلالي فاهم كوره، الجمهور الهلالي جمهور واعي ناضج يعرف وش اللي التركيبه. انا اقول لك جنب افضل لاعب عندهم لو والله شوف ترى جمهور، ترى الجماهير السعوديه الجمهور السعودي كله ترى مو بجمهور النصر ولا جمهور الاتحادي جمهور الهلاوي يعرفون واعي. نغيمش حبيبي نغيمش بعدين نغيمش. تيشيرت الهلال يهزم اي نادي. يا ابو حبيبي سم حبيبي نغيمش في شيء بس ممكن اقب عليه شوي. لا نحاول نزرع صوره ان جيسوس لو لعب اللاعبين بمراكزهم بيطلع صوره ممتازه، والله ما فيه طب. 2019 دقيقه بالله حبيبي 2019 دقيقه حبيبي 2019 ما كان يخبص كل لاعب مركزه ونطلع بالعلة، يرجعون الشوط الأول 3-0 الشوط الثاني يرجعون علينا 3-2 ويدينا على قلوبنا. المسألة ما هو ألعب كل لاعب مركزه، الشق أكبر من رقعة. المشكلة أن المدرب هذا ما يناسبنا، ترى حتى مباراتنا ومع الشباب رجع علينا بهدف كويلار ويدينا على قلوبنا، هدف النصر الثاني دفاع متقدم ماني. يا أخي كوليبالي وبليه توصلهم للنص، من متى الهلال يلعب دفاع متقدم يا أخي؟ الفكر والأسلوب لا يناسب الهلال يا أخي. أنا بفهم الهلال من تأسس كرة هجومية يا أخي، دياز العام دياز بلاعبين منتهين الصلاحية قاضين ما فيهم طب، جاء وش سوى؟ سلمان الفرج قالها، عبد الله المعيوف قالها، نجوم كبار قالوها، قال يا أخي لعب طريقة أسلوب الهلال، جبنا اتحاد من 16 نقطة خذينا الدوري. يا أخي المسألة مو هو حط كل لاعب مركزه ويلا، حتى لو يرجع يلعب كنو، المشكلة مو بكنو، نقدر ترى نلعب بالجوير، نقدر نلعب سلمان الفرج، الإشكالية بالمدرب نفسه، المدرب سيء لأبعد حد، أول شيء تمارينه شديدة، ثاني حاجة يحط أساليب لعب ما أدري كيف، تنويع مراكز، الجناح محور، المحور جناح، الصانع تحطه محور 8، مرة كذا. المدرب ما يناسب مهما تكلمنا ومهما قلنا، ما نبغاه يحط كل لاعب بخانته، ما نبغاه المدرب كله ما نبغاه يا شيخ ما يناسب. يا أخي من 2019 اللي خلى له شبيحة المدرب هذا طريقة استقالته، أنك كنا متصدرين فارق كان النصر ضعيف والهلال دائم تشيرته يتصدر على طول. الهلال ترى بدون مدرب يقدر يأخذ الدوري بالراحة، لا تقول لي كان العام 2019 كان متصدر فارق شاسع ومدري إيش. الهلال ترى أقسم بالله أخذنا الدوري باللي بعد رزفان الأصلع نسيت اسمه، أخذنا الدوري بلاعبين طوارئ زلاتكو خذينا معه ولي العهد الهلال ترى ما يتوخق بالمدرب، بس نبغى نلعب بأسلوبنا، هذا ما يطبق ولا شيء. أنا بفهم الإجابة طبعا، هذه معلومة والله العظيم أنه حاسب عليها، ليش جابوا خيسوس ليش رجعوه؟ قالوا ما لقينا مدرب. هذه والله العلي العظيم اني متاكد شلون ما لقيت مدرب يا اخي، يقول ما لقينا فوضنا ما لقينا، شلون ما لقيت يا اخي؟ طب ليش ما رجعت دياز اقل شيء؟ ليش ما خليت دياز؟ ليش ما جبت رزفان اقل شيء يلعب هويه النادي؟ جيب لي شايب بنته يا رجل اقسم بالله. قربعوه عليه كان بيروح المنتخب، ما ادري في واحد صاحي المنتخب قال لا ما يناسب عطى الهلال، وافقت انت ولا انت رحت فوضته؟ الشق أكبر الرقعة ما نبغاه يفوز 4 يفوز 5 يا رجل. لو في واحد صاحب النادي إداري صاحب النادي بعد مباراة النصر ما يجلس دقيقة يا رجل، بعشر لاعبين ماسك الملعب عليك طول بعرض، ترى بغى كان يسجل الثالث والرابع، لكن محمد عويس هو اللي وقف لهم. يعني هذا الهلال كل ما تيجي دروب ولا يجيب لي مدرب سباك إليه طير طوب رزاقه ثم طيرة رزفان ثم دياز. طيب إلى متى يا أخي؟ المشكلة أنه فيه، ما ودي والله أني أقول، لكن المشكلة أنه في شخص بالنادي ماسك كل شيء، هو يتحكم بأمور النادي كاملة ويعاند الجمهور. ما يحتاج يقول اسمع عشان ما نروح الأمور ثانية يا أخي، الهاشتاقات لازم تبقى معاك، ما حنا موقفين هاشتاقات، نبي الهاشتاق ليل نهار لين يطير المدرب، يفوز لي مباراة 4 المباراة الجاية 5
يوظف لاعبين مكانهم ما نبغاه، لأن الطاعة بتجي الآن ولا بعدين. واضح يا أخي، كتاب واضح من عنوانه، ما يبغى له أي إشكالية، ما يبغى له. وانتو أقسم بالله العظيم أصغر مشجع يعرف أن العلة بالمدرب، واضح يا أخي، أقسم بالله. حتى اللاعبين يا أخي، سافيتش من متى يركض يا أخي؟ نعرف أبلاتسي والله العظيم روقان، يوزع مجهوده على أحسن ما يكون. تبغى يساند راس الحرب؟ أبد. فجأة بغمضة عين تلقاه مسجل لك، ولا تلقاه فاكر رقابة على المهاجم. تبغى محور ثبات، يوزع مجهوده مع جيسوس يمين يسار محور سلامات. سافيتش يركض، يعطيهم أنواع وأدوار غريبة. فأنا أقول عشان ما نسب الأجانب ونقول، يعني طلعت تغريدة قبل يومين مباراة الرايد أنه سافيتش بعد العربية ما سوى شيء. ليش؟ بالله تسألون ليش؟ ما نبي لحد يقول ينتقد اللعيبة. سالم الدوزر هي ما لها ذنب مليون بالمية، تلعب محور، تلعب جناح يمين، تلعب جناح يسار، تلعب مهاجم، سلامات. يا رجل أقسم بالله العظيم، أي لاعب بالكرة الأرضية موجود الآن ومو معتزل، مجرد ما تغير مركزه بيصير عاهة. مالكم يا رجل؟ صار جناح أقسم بالله العظيم. تقول يا ولد ذا رياض محرز 3 مرات، تقول ذا ماني 10 مرات، يوم أنه كان خلف المهاجم معك يا ولد ما بيشوفه، ما بيستلم كورة. فالإشكالية بالمدرب، لا بينطالب بقاعدة، لا تقول لي يلعب اللاعبين بخلاتهم. لا أحد يزرع الفكرة هذه عشان ما يغثونا بكرة يسمعون مع المدرب يقولون لعب ذا مكانه ذا مكانه، يلا خلاص تسلك معاه. لا ما نبغاه. عطل الأوبتيقي، رجع رازفان، رجع دياز، رجع لزالاتكو، لكن هذا ما أبغاه. أنا أطالب من الآن إنه ما نوقف أشتاقات إلى أن يطير المدرب. فأتمنى إن ما نوقف، وبإذن الله إن المدرب إذا طار بنحقق كل البطولات بوجود المدرب. وثبت التغريدة أنا موجودة وكتبتها أقسم بالله ثم أقسم بالله، عشان ما ندخل بعلم الغيب، لكن مع المدرب هذا مشكلة. ودي أقول تيجي طاعة، لك جتنا مع النصر. الرايد يا أخي، الرايد فريق منتهي قاضي. الرايد أصلا أسوأ نادي، المفروض يهبط 10 مرات، يهبط ويصعد 10 مرات بدقيقة، بغي يسجل عليك هدفين. فلازم نطالب بإقالة المدرب هذا. بقي ما بقي، لعب كنو، لعب جوير، لعب الفرج، لعب كل مكان، ما ينفع. الهلال أصلا ترى الهلال بدون مدرب يقدر يفوز 4، يفوز 5 مع سامي الجابر أول سنة تدريب، صكينا العالم صك. النصر 4، الأهلي 4، مدري إيش نصف ربع نهائي آسيا، فزنا على بختكو. الهلال ترى بشعاره يقدر يهزم أي نادي والله لو بدون مدرب، أقسم بالله العظيم. والله لا أحد يطبل لي جيسوس، لا أحد يقول لي يا حبيبي يا جيسوس تغير هذا، وأنا أعتذر على الإطالة. والله يا حبيبي أبو سلمى، يا مرحبا يا حبيبي سام حبيبي. والله كل الكلام، كل الهلالية والله متفقين على النقطة واحدة اللي هي إطالة جيسوس يا أخي. طلع والمشكلة كلهم نفس الكلام. في بس نقطة، بس في أخوي صديقي نصراوي طالب مايك، إيش تبي يعني؟ فوق ما أنك شاخلني في الخاص بعد داخل تبي مايك؟ والله العظيم سم يا أخوي ياسر. المشكلة صبر. أكثر مساحات في تويتر النصراوية يا أخوي، جمهور شمات يا سم. صباح الخير أخوي. أقول له تلقاهم كلهم تكين، شو أبو فيصل كلهم تكين. سم يا ياسر والله. أنا أستاذنكم يا الربع، نراكم على خير والغيمش والله فيك والله. صباح الخير صباح النور، يعطيكم العافية على البيت الحلو. أنا كتبتها قلتها كفاية عبث يا فهد بن نافل في الهلال، وزالوا علي الهلاليين. لان في عبث فني، عرفت؟ أنا أعرف الإدارة المفلسة ترجع لملفاتها القديمة. أنت لما رجعت لي خصوص يا تجيب للأدوات اللي تنجح اللعب المباشر والكورة اللي يبغاها زي موسى مريقة، اللعب البدني، ما جبت لأنت الأدوات. وانت عارف فريقك، يعني من عرفنا الهلال هو ملك الوسط، تجد ملك الوسط وملك الاستحواذ وملك يمسك الوسط يضيع فيها ايات فريق. من عرفنا الهلال من ايام صالح النعيمة ووسأل ايات النصراوي الاتحادي الاهلاوي، دائما يقول لك وسط الهلال قوي. انت اذا تخليت عن الوسط ضاعت كل امورك. حنا الهلال نعرف طريقتنا ونعرف اسلوبنا، 4-5-1، ما فيها لا فلسفة ولا شيء. جيب لي مدرب استحواذ، مدرب يناسب طريقتي،
أنت جبت جاردين طبعاً، خلنا نمسك ملف فهد بن ناصر. شو اسمه ياسر؟ جاردين الأصلع ذاك. جاردين بالميم تكفى. جاردين ولا جاردين كله واحد. أسلم. هم كلهم نفس الطريقة. اللي تبيه يا ياسر، اللي تبيه أسلم. يا بعدين يا مش حبيبي أقول لك بس أن المشكلة عندنا حنا لما نجيب مدرب ما نجيب له الأدوات، والطريقة هذه ما أنت جربتها مع الأصلع وما نفعت وقلت بعد كأس العالم، تروح ترجع خسوس، ترى خسوس نفس الطريقة ونفس اللعب ونفس الأسلوب، ما شايب ما رايح يغير قناعاته ورايح يطير باخر المشوار، رايح يطير لأن بيفوز لك مثلا الشباب يقولوا لك فاز لك 14 مباراة بس هل جاب لك بطولة؟ ما يجيب لك بطولة، لأن آخر شيء البطولة يأخذها النصر منك بعشر لاعبين، النصر تحكم في الملعب، الهلال ما يلعب دفاع متقدم، يلعب لك دفاع متقدم أيات كورة طويلة يضرب فيها، وحنا شايفين يعني آخر شيء يعني حتى أقول لك دخلنا العربية بدون رأس حربة، بدون صانع لعب، بدون جناح يمين، بدون ظهير أيسر، تحملنا بطء في الإدارة، تباطؤ في التعاقدات لين آخر شيء، يعني ترى يعني هزيمة النصر هي اللي جابت لك اللعيبة، جابت لك بونو، جابت لك نيمار، جابت لك مترو، جابت لك شو اسمه حسان تنبكتي، من شفنا هزمنا من النصر، الإدارة خافت الجمهور يقلب عليها، سكتته في التعاقدات 4 تعاقدات مدري 5 دفعة واحدة، حتى العالم كل العالم يقولون وش معنى التعاقدات فجأة جتكم، ما هي فجأة جاتنا لأن انهزمنا من النصر، عرفوا أن الجمهور بيقلب فراحوا وش سووا على طول اللعيبة وعلى طول جابوهم وعلى طول، يعني نيمار أنت نيمار معطيك الأوكي من شهر 7 ليش ما جبته إلا بشهر 8 مدري متى، لأنك رايح تفاوض ناس ما رايح تجيك، أنا لو تقول لي راح فاوض بام شو اسمه حق فرنسا مبابي أنا عارف أنه ما رايح يجي، تروح تقول لي فاوض اللاعب اللي في إيطاليا ما رايح يجيني منطقيا، يعني كذا لو تقول ليات واحد رح فاوضهم ما يجونك، حنا نبغى لعب الهلال اللي نعرفها 4-5-1 مدرب استحواذ، ترى حتى لو زي ما قلت لو الحين لعب كنه محور ترى كنه يعطيك مباراة ويغيب 10، يعني مو هو ذاك المحور اللي تعتمد عليه، في محور في الدوري الإيطالي ارتبط اسمه في الهلال ممكن ينجح الهلال، ولكن ما رايح يجي لأن خلاص حنا اكتفينا في التعاقدات، حتى الإدارة ما تبغى ظهير أيسر أمانك يا نغير مش كمل ياسر في ناس بالخاص سم. دخلوا علي يقول هذا هذا نصراوي نصراوي من عندك اي هذه والله والله ناس كثير يقولون يا ياسر مشاكلك كثير ياسر مشاكلك يا ياسر والله انا ما انا الامانه ما اعرفك لكن ما ونعم فيك لكن ونعم فيك والله شوف يا نغيمش هذه مشكله يعني من اسال النصراويين يعرفوني انا هلالي ولكن كل الهلاليين اللي طلعوا عندك قبل شوي أنا ما أدخل مساحاتهم كلهم مع الإدارة تطبيل الفهد بن نافل فهد بن نافل أوكي رئيس جاب لي إنجازات بس ما تربط البطولة تقول فهد أنا زعلت عليهم وفتحت مساحة وقلت فهد بن نافل خذ بطولاتك ورحل قالوا لي ليش قلت لأنكم تقولوا لي فهد بن نافل جاب لك فهد بن ما فهد بن فهد بن نافل ما جاب ياسر يعطيك العافية لا يوسف أزعل كلامي لا بس ما ابي ادخل في جدال يعطيك صوت لا لا بس بس حبيبي ما خلاص على وشك ادال بندر بفكر ما عندي يعطيك العافيه حبيبي يوسف وما عليك يا حبيبي ياسر بس تاكد اني ماني نصراوي مندس واني هلالي ونعم فيك قبل الكوره ونعم فيك سواء نصراوي سواء هلالي سواء نصراوي سواء هلالي ونعم فيك لكن ما يندرى والله اللي تروعين. والله أذان الفجر ولا إله إلا والله العظيم إني هلالي من أيام صالح النعيمة أعرف ولا لي علاقة في النصر وأنا والله العافية يا حبيبي يا ياسر أعرف من أيام رفع كاس النعيمة كاس آسيا 84 وأنا أشجع الهلال عرفت وكان عمري وقتها يمكن 6 سنوات وشوف الحين يعني أقول لك إلى الآن وأنا هلالي ولا رايح أتغير ولكن هذه دائما يحاربوني فيها إني نصراوي مندس الناجح دائما محارب يا ياسر لا دائما يقولون لي إنك نصراوي مندس والله لو إني نصراوي لا أفتخر وأقول أنا نصراوي لا يعيبني النصر ولا يعيبني الهلال ولا يعيبني الاتحاد كل أبونا أخوان بس والله اللي لا إله إلا هو إذان الفجر إني هلالي
وبيوسف بيقتنع عن غنغيمش ريان. أنا مقتنع يا ياسر، أنا مقتنع عن نفسي سواء وأنا ما أسمع وأنا ما أطلع. أنا تعامل مع الري، أنا عامل الرجل غنغيمش ما أطلع تراي، ما أطلع إلا بأربع مساحات: هلالية، أبو عبد المحسن، شايب الهاص، هلالي قديم، أوكي، وأخونا شو اسمه يا الله أخو دباس الدوسري، لأن هذه المساحات اللي يقول رأيي فيها. ما عليك يا ياسر، شوف حتى عالم يدافع عنك، يدافع عنك مشعل. منو مشعل؟ مشعل بس باين واضح إنك نصراوي يا ياسر، خلاص انكشف. بيض الله وجهك يا ياسر على المداخلة. الله يعطيك العافية. هنا باقي يوسف. تفضل يا ابو يوسف، تفضل يا ابو يوسف، تفضل. هلا والله، نستاذنكم حبيبي، يعطيك العافيه. يا حبيبي الله يحفظك يا ياسر، صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور يا يوسف. والله شوف يا اخوي نغيمش ويوسف وريان، انا اشوف جيسوس يعني كان اكبر خطا اقالته 2018، والان اكبر خطا استمراره اذا ما غير القناعات اللي انا قاعد اشوف. لانه بصراحه مع الأدوات اللي عندنا الحين توقعت أنه يكون الهلال بشكل أفضل. يعني أنا ما أدري، يعني الهلال قاعد يضرب بالدفاع يا جماعة بكل سهولة، ملاحظين أنت متوقع الشيء. الحدة الهجومية بالهلال ما فيه، يعني بدون مباراة أمس لو نرجع كل مبارياتنا اللي راحت ما فيه، صحيح أنه ما عندنا مهاجم، لكن ما هذا ما يمنع اني ما اسجل. يعني لازم الفرص اللي تجيني لازم استغلها. انا اللي اشوف جيسوس استمراره اذا ما غير قناعاته بالنهايه راح يقال بصراحه. فتحتاج يعني اداره الهلال انه تجتمع معه، اذا غير قناعاته ورضخ للشيء هذا او انه يرحل، هذا بكل بساطه. لأنه الهلال جايب كل وصارف كل هالملايين والمليارات، ما أتوقع يعني أحد راضي بالشيء هذا. في ظروف، في أشياء ثانية ممكن، يعني في أشياء تحدى مدرب أنه يعني يلعب بالأسلوب هذا، أنا أقول ممكن. لكن أنك تخفي إمكانيات بعض لاعبين الهلال، هذا اللي أنا ملاحظ. يعني سافيتش ما أشوف أنه يعني، ما أقدر أقول أنه لاعب سيء، لكن ممكن يكون طريقة وأسلوب مدرب ما أظهرت اللاعب. أيضا عندك اللاعب ميشيل ومايكون، يعني وضعهم جهة واحدة مع بعض ما له أي سنة. اللي أنا أشوف الهلال يلعب 4-2-4، أنت ملاحظين الشيء هذا ولا لا؟ في فراغ يا جماعة وسط الهلال، فراغ كبير، وقاعد الفرق كلها تستغلنا. يعني النصر لو نرجع لهدفهم الثاني، ترى من هجمة مرتدة ضربنا وسجلوا هدف. فلازم الإدارة تجتمع مع المدرب لعله عسى أنه يغير قناعات اللي حنا قاعدين نشوفها. وأنا أتوقع بإذن الله أنه بيغير قناعات، وممكن يعني مبارتين ويتحسن الفريق ويرجع الوضع الطبيعي. صحيح أنه قرار إقالة صعب بداية الموسم، قد يكون ناجح وقد يكون خاطئ، لاحظ الشيء هذا، لكن الإدارة هي أبخص وهي اللي تقرر الشيء. حنا علينا أننا ننبه الإدارة، علينا أن ندق جرس الإنذار أنه الوضع ما هو مريح بالهلال الآن فنيا، ما هو مريح، يحتاج إلى مراجعة وضع الفريق. ف زي ما قلت لك، إقالة المدرب الآن هي الإدارة، هي أبخص مني ومنكم كلكم. إذا ترى أنه يرحل ما في أي مشكلة، إذا ترى أنه يستمر، ولكن بشرط أنه يغير القناعات اللي احنا جالسين نشوفها. أنا شخصيا أتوقع أنه مع جلب مع النقد اللي احنا قاعدين الحين نقوله والهاشتاقات هذه، أتوقع أن الفريق بيتحسن، وإن شاء الله أنه يتحسن. فأنتم يا جماعة خلوكم على خطين، يعني لا تهدمون كل شيء ولا ترخون شيء. إذا الفريق بدع نشيد بالأشياء هذا ونمتدح الإدارة والمدرب، ولكن إذا شفنا خلل لازم ننبه، هذا لازم ننبه. فمباريات جاية وبنشوف الوضع لعله وعسى أنه يتحسن،
وإن شاء الله إن شاء الله الهلال بنهاية الموسم بيكون هو بطل الدوري وبطل آسيا بإذن الله، لأنه الفريق إن شاء الله أنه يكون مكتمل الآن. فمع أنه الهلال بحاجة ظهير أيسر، أنا أشوف الجماعة سكتوا عن الظهير الأيسر، وأنا أشوف ضروري يا جماعة ضروري ظهير أيسر، لازم نرجع نطالب، باقي 12 يوم لازم الهلال يجيب ظهير أيسر. شكرا لكم يا شباب. يعطيك العافية، يعطيك العافية. في اسأل اللي حصل جسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، كيف الحال؟ طيبين. أول شيء سعد صباح. طيب حالك زين. ثاني شيء يا أخوان روقوا وما عليكم، بإذن الله بإذن الله جولتين بس، الاتفاق وبعدها الاتحاد. تمام، الاتحاد إذا ما شفنا مسه وشفنا تخبطات نرفع هاشتاج إقالة، اما الحين من الحين في الجوله هذه نربع اقاله. تمام، او شيء مدرب لازم نعطيه فرصه. تمام، الين الجوله الخامسه اللي هي الاتحاد، الاتحاد هي تحديد المصير، يا بدايه انطلاق دوري باذن الله قويه للهلال ومستوى ونتيجه وكل شيء، ولا مع السلامه مع الباب. انت شايف ان الناس تنتظر، انت شايف الانديه الثانيه كيف شغاله؟ طيب متصدرين الاهلي والاتحاد، صل على النبي. الموسم هذا الدوري كان فيه فريق 18 فريق، الدوري باقي طويل مرة يعني. تمام، عندك ثاني بطولات ثانية، أهم شيء اللي كان ينقص الهلال العناصر الأجنبية اللي على مستوى عالي، هذا الحمد لله جاء الحين. واللي كان ينقص الهلال برضو المهاجم، والله ملك الحمد جاء متروفيتش. الحين نعطي فرصة للمدرب لين مباراة الاتحاد، يا يبداها من الاتحاد مباراة ما شاء الله تبارك الله، ولا مع الباب نشوف غيره. أما أن نطالبه من الحين بقالة، لا والله أنا أشوف أن هذا الشيء غلط للأمانة يعني. ألو، سمعك سمعك سمعك. وبس هذا اللي عندي، و الله يعطيك العافية، مبروك لكم صفقة تنبكتي. الله يبارك فيك. تفضل يا زياد، زياد الزبل. السلام عليكم، يعطيكم العافية. حياك الله. أولا بالنسبة للخسوس، هو مع أو ضد يعني، أول شيء بدايته في المعسكر. أنا أي مدرب يبدأ معانا في المعسكر ما يعطي فرصة للجميع، هذا أضع عليه علامة استفهام. أنا تابعت كل مباريات المعسكر، في لاعبين ما أخذ فرصة فعليا في المعسكر، محمد القحطاني مثلا، معاذ فقيه، رديف، في الأكثر من لاعب ما أخذوا فرصة أساسا. فأنت إذا في المعسكر خمس وديات في النمسا ما عطيت فرصة لهذولا، كيف تبغاني أثق فيك؟ هذه الخطأ الأول. دخلنا في العربية، أنت طول مباريات العربية كل يومين قاعد تجلد اللاعبين ما تغير فيهم، والنتيجة شفنا إصابة كولوبالي، والسبب يعود بسبب المدرب اللي هي ضغط المباريات. يعني هي بطولة ودية، منها أنك تجرب لاعبين، تجرب تكتيك. أنت هل سويت هذا كله؟ لا. نجي على نقطة سافيج. سافيج جاي من لاتسيو، لاعب عظيم، والدليل معك أول فترته مع لاتسيو كان لاعب عظيم، أقصد أول فترته مع الهلال، أول ثلاث مباريات صار الدروب. ليش؟ لأنه خلاص بدأ يتشبع طريقة المدرب، فبدأ إيش؟ ينخفض المستوى. بالنسبة للحلول الدفاعية اللي الكل يعني يشوف أنه المدرب دفاعيا سيء، جحفلي ما يخدم المدرب دفاعيا، وإصابة كولوبالي أثرت في الدفاع كثير، والآن قاعد يستحدث طريقة جديدة وشفناها قدام الرايد اللي هي الدفاع المتقدم، وانكسر الدفاع المتقدم يمكن كورتين قدام الرايد وثلاث كور كانت خطيرة، السبب كان في جحفل. فهذه كلها أخطاء يتحملها المدرب، ما أحد يختلف عليها نهائيا يعني. بس أنا اللي يعني حزب خاطري لما أدخل تويتر اليوم أشوف هاشتاك ترند مطلب إقالة خسوس، يعني حنا كجمهور هلالي ننتقد المدرب، بس إقالة في وقت مبكر تونا يعني، ما كملنا شهر أوغست ما خلص اللي هو شهر 8 تونا في البداية. ومسألة أن نضرب مثال بنواف بن ساعد يوم أقال مدرب من ثالث جولة، هذا كان ما هو مدرب،
لا سي في ولا شيء، بس خيسوس يملك من السي في العظيم اللي تعطيه فرصة، كتعطيه فرصة. في أخطاء، أي في أخطاء ما حد يختلف عليها، بس ناخذ شوية نفس ونهدأ شوي على المدرب ونعطيه شوي إلين ما يكتمل العناصر، أقلها دفاعيا. يعني دفاعيا إلى مباراة الرايد الشهراني توه بدأ يرجع للفورمة شوي شوي، شال القناع وبدأ رجوع تنبكتي أو كلوبالي مع البليهي يبي يكمل الدفاع، حضور بونو راح يزيد الفاعلية أكثر دفاعية. فهذه الأمور كلها تحتاج وقت، فأنا يعني أشوف أنه إذا في إقالة المدرب تكون على شهر 12. ليش؟ لأنه عندك شهر كامل تقدر تعد فيه اللي هو بطولة أمم آسيا، ففي توقف، بالإضافة إلى أنه المدرب الجديد يقدر يختار أجانب جدد. عندك عندك يا زياد عندك مباراتين يعني اتفاق الاتحاد، تحدد أي تعثر فيها استغل فترة التوقف مدرب جديد. شوف الواضح أنه جيسوس ما راح يتغير، حيكون زي كذا، هو اللي تعودناه من أيام عبد الرحمن مساعد اللي سن هذه السنة، اللي هو صعب إقالة المدرب حتى بعد ضياع البطولات كلها. هذه تعلمناها كجمهور هلالي وتشبهناها صراحة، يعني هو القاعدة كسرت مع نواف بن سعد مرة واحدة، وكان لابد أن يصير لأنه ما كان مدرب هذا كل جاءه. فبالنسبة لمباراة الاتفاق والاتحاد، أنت مباراة الاتفاق مفروض تفوز، بس مباراة الاتحاد كلاسيكو، يعني حتى لو تعثرت فيها ما هي نهاية المطاف، خصوصا فورمة الاتحاد الحين. يعني حتى أغلب الزملاء يذكرون أنه تفوق خيسوس كان أمام الاتحاد. طب هل شفنا الاتحاد كيف كان يلعب؟ الاتحاد اللي ساعد خيسوس، مو الخيسوس اللي ساعد الهلال. ايه هنا كلام ساعد غياب كانتي ومعاه هذاك كورنادو. كورنادو ما هو محور، يا سلام يعني علي. ترى كانتي شارع الفريق، وغياب حمد الله أثر على بنزيمة أيضا. قلب الدفاع اللي كان جنب شرحيلي با مسعود اللي هو بالأساس ظهير يسار منسق من الهلال، فكل هذه العوامل والهدف المبكر في أول خمس دقائق، كل هذه العوامل. وبعدين الاتحاد لا ننسى أنه ما عسكر، يعني هذه كانت رابع مباراة ودية، وبالنسبة لخيسوس كانت ثامن مباراة ودية تقريبا، يعني إذا حسبناها الاتحاد بدأ من البطولة العربية. فهذه ما كان، يعني أنا مباراة الاتحاد هذه ما أشوف أنه خيسوس إلى اليوم ما قدم لي مباراة. بس هل أنا مع الإقالة حاليا؟ أنا أشوف ناهي من بدري، نعطي شوي فرصة، فريقنا كويس يعني أتكلم كعناصر. أيضا أنا أسعدني الجمهور. أنت كذا الحين شوف تبغى مدرب أنت ما شفته يقدم حاجة وتبغى يستمر، هذه مشكلة غلط، هذا تحس فيها زي التناقض. خلاص لا لا شوف أنا معك، بس أنه أنا أشوف هجوميا الفريق قاعد يهاجم بدون منهجية، اتفقنا ذلك، بس أنه في شيء يا أخي تحس أنه الهلال يبغى له شوية ترتيب. بس إني لا لا عناصرك جبارة ترى، أنا هو العناصر ما نختلف فيها، عند العناصر قوية، بس أنا الإقالة صراحة يعني أحس أنه تو بدري، يعني نصبر شوي تو، يعني ما ضاع شيء إلى اليوم، تونا الجولة الثالثة، وترى الموسم هذا موسم يعني أول مرة تطبق في الاتحاد السعودي، يعني ما كملنا ثلاثة أسابيع بداية الموسم بنخلص خمس جولات، فالبداية كانت مرة سريعة كل ثلاثة أيام مباراة. زاد 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 معاتي وقتك وصل فكرتك بشكل مختصر. أنا فكرتي ثلاثة رسائل سريعة بس، ما هي تكلم مختصر لو سمحت. اي لا لا رسائل قصيرة جدا. الرسالة الأولى أنه تونا انبسطنا أنه الجمهور رجع للمدرجات، فما نبغى تصير مقاطعات بسبب أنه يصير فيه خلط في المطالب. هذه النقطة الأولى، الرسالة الأولى. الرسالة الثانية سالم الدوسري، حنا قصونا عليه كثير، بس حنا من عاداتنا كجمهور هلالي الوفاء. الرجل صراحة آخر مباراة اعتذر لنا، وهذه يعني تسبب لك قشعريرة لما تشوف لاعب يعتذر للجمهور، وقبلها بكم يوم شفنا العمري وسوى مع جمهور الجار. فهذه رسالة نوقف مع سالم، هو أخطأ وإلى آخر، بس أنه الرسالة يعني وقتنا أنه نوقف معه يطلع منه الجمهور. سالم. الجمهور كله شكر أمس، كله في مدرج في تويتر، ما حد أمر طيب. والرسالة الثالثة أنه نهدي شوي الوتيرة على الإدارة، بس نخليهم بس يشتغلون شوي، نعطيهم فرصة. وصلت يا زياد، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، شكرا لكم. دقيقة ثواني ريان،
نروح المايك اللي بعده. أخي في تغريدة جالس ينبشون وراها، خلت أرفعها ثواني بس. ينبشون عليك يعني؟ أقرب شيء يعني تغريدة منطقة كلنا يا ابو حور يعني، حتى انا لا حتى لا بس انا سلفتها يعني الناس مش الناس الدرع عندي طقطقه فيها الصباح مع العيال عبد الوهاب وكريوني وايمن. سؤال تغريد عاديه يعني، في حمله موجهه ضد المدرب كثير، حمله ثلاثه ما يتمنى فشل الا ثلاثه، كريوني وايمن وعبد الوهاب. في فشله اللي فاتحين مساحه ضدي الحين، تبي يحسبون هذول يوم يقدون الجمهور يعني. تعبت من الغباء الزايد من بعض الناس اللي ما ادري وين تفهم. تفضل تفضل يا مايك منهم. في عندنا عادل والشيخ سلطان، سلطان يداوم مساء عشان كذا يسهر للصباح. مرحبا الشيخ سلطان. السلام عليكم، صبحتونا بالخير. سلام الله. هلا هلا هلا. لا عجيب الكلام ذا يا ريان، كل مدير يسمع شيء وابلش بك. لا ما عليك انت، اهم شيء فرق اعطينا حصريات، اعطينا حصريات وما عليك امور طيبه. خل خل حصريات وإكا موجود صعب علي يا اخي. لا في يوسف كمان، ويوسف لا إكا اخطر والله، كلهم خطيرين. بس عاد بس هم ياخذون نص المعلومات من عندك. لا ابدا ما عندي معلومات انا. لا تبي الصراحه انا دخلت والله عشان الموضوع، الموضوع بالنسبه لي أنا أؤيد، أنا مع الجهة المطالبة برحيلة، أنا أؤيد جدا. الشايف أنت أبو ولا هو والله شوف قبل تأيد أيده يا أخي، نبي ظهير أيسر يا يوسف والله العظيم. ما يبي المدرب، ما يبي ظهير أيسر يسوي والله. صحيح يا جماعة ترى أنت ما يبي المدرب يا أبو يوسف، ما هي على كيفه يا أخي، لازم ظهير هو المدرب. أنت مسكته خلاص، لازم ظهير يسار، لازم. يلا جيب جيب عرض الميشيل ويجي ظهير يسار. الضغط الضغط يجيب كل شيء، بس اضغطوا على هالشيء الظهير عليه. إيه انت كيف تصرف ميشيل ذا؟ السؤال كيف تصرفه؟ ولا راتبه عالي ترى. كيف تصرف حبيبي ذا؟ اذا بغيت تصرف تصرف، اذا بغيت تصرف تصرف، لكن جيب لي ظهير يسار لازم. خلني بقول لك انا بالبدايه، مش عكس التيار ولا هو من جوي إن يكون عكس التيار، عشان والله ترند ولا خرابيط ولا كلام ذا. أنا شخصيا رأيي الشخصي اللي يمثلني أنا شخصيا، مش مقتنع أن هذا المدرب يستحق أنك تصفه بمدرب عالمي أبدا، مع حبي وتقديري لمن يرى خصص مدرب عالمي أبدا، أنا شخصيا ما أراه مدرب عالمي. أنا أشوفه مدرب نجح في تركيا، ولو يدرب هناك خالد القروني يمكن ينجح، نجح في البرازيل، هم ثلاثة أربعة عندي عليها الكلام، وكان ناديه أقوى مادية من الأندية الثانية، لكن لما جاء بالفيريرا سيطر على الكوبا ليبرتادورس في مع بالميراس في البرازيل بشكل عام. مدرب يتقدم 2-0 ولولا الوقت مدرب ناشئ النصر فاز عليه، هذا أنا ما احترمه. مدرب يتقدم 4-4 على الأهلي متهالك، الأهلي ذاك اليوم نجومه ثلاثة، العويس سعيد المولد والسومة كلهم الموسم ذاك الله بالخير، ولو في وقت عادلك الأهلي وفاز عليك، والسومة مسجع للحارسين الحبس والمعيوف. أيوة مدرب من اللي يجيك بداية المباراة حار فجأة يبرد، لا هو قادر يدافع، لا هو قادر يسوي تنظيم دفاعي، تقطعت حلوق المحللين في القنوات عن تنظيمه الدفاعي، مشي كوليبالي رجع كوليبالي راح البليهي جاب فلان رقع يمين ويسار. المشكلة في أساسك أنت، المدافعين ذولي كانوا كويسين سنة راحت، البليهي كان كويس الموسم الماضي اللي قبله، كان فيه مشاكل الجهة اليسرى بس كانت كويسة، ما كانت زي كذا، ما كان الفريق ينضرب أصلا يعني. الموسم الماضي يمكن مباراتين، هدف كريستيانو تسلل اللي كان في رمضان، أول كرة طولية ضرب فيها الدفاع، وأعتقد إذا ما خاب ظني العدالة آخر الدوري اللي كانت في الحسن اللي فاز فيها العدالة ضرب فيه. الموسم ذا البطولة العربية ممكن أبالغ لو قلت 90% من جميع الأهداف اللي دخلت ريال البطولة العربية كلها من الجهة اليسرى وكلها كرات طولية، شوتها ورا بس هناك وروح.
فمدرب عنيد، مدرب يصر على جلب حارس أجنبي وعنده ثلاث حراس، واحد منهم حارس منتخب والثاني توه معتزل المنتخب والثالث توه في بداياته وحارس كويس، ويصر على جلب حارس أجنبي ويكتفي بالدوسري ناصر وبياسر شهراني. فأنا ما احترمه مهما كان. فعشان كذا يعني تغريدتي اللي كانت البارح عنا أول منزلة التشكيلة كانت تغريدة سخرية فعلا، ما هو والله مدح الناس يحسبوني يمدح، لا كنت ساخر، مش مدرب عالمي، مدرب غريب يعني. يعني هو لو يلعب مع فريق بكرة عنده قوة هجومية ضاربة يأكله، والله يأكله. فيمشي نعم يمشي، بس أنت بتجيب مين بديله؟ هنا السؤال، لأنه اختيارك أساسا كان خطأ، فأنت الآن بترقعه بتشيله وبتجيب واحد ثاني. من هو الواحد الثاني؟ وقس على الموضوع ذا أنت، شوف عاد من في مدربين متاحين، شوف كيف كانت خياراتك أصلا في الصيف، كان اللف العالي وفجأة تنزل تنزل تنزل، واتصال 24 ساعة 48 ساعة أنت موقع معه. وحط في بالك ترى سلطان، ترى في لعيبة قاعد يوديهم إعارات، لعيبة يوديهم إعارات، في لعيبة ما يبونه، هذا طبيعي في كل نادي، في لعيبة ما يبون المدربين، مدربين ما يبون بعض اللعيبة. يعني أنت عندك ياسين بونو وحبيب الوطيان، أنت قاعد الحين تمشي العويس المعيوف، واحد يروح الاتحاد واحد ما بيلعب أساسي والثاني، سبهلة، لا الوضع سبهلة. ليش؟ لأنه على موضوع قناعاته. أنا مؤمن الإدارات ما تتدخل في الأمور الفنية، لكن إذا كان في وضع زي كذا لا تتدخل، لأنه المدرب هذا لو استمر تحقيقه لبطولة مع الهلال إنجاز، وإنجاز كبير جدا. إذا كان الهلال عنده متحف الموسم اللي يجي فيه جيسوس بطولة بالنجوم ذول يحطه، يعني لا يطلع قدام الفيحة اللعيبة طالعين بيبررون تبرير مخيس يقول لك مقفلين وراء. طبيعي عندك ثمانية مكلفينك مليار إلا باليورو مش بالريال، ثمانية، والفيحة كم عنده، الرائد كم عنده، وقس على الأندية الثانية، الأخدود كم عنده، الشباب كم عنده، ركب من أركان الكرة السعودية وعليك. طبيعي الأندية بتقفل قدامك، ما حد يفتح اللعب قدامك لو تطير، ولا راح حد يفتح اللعب قدام النصر، ولا راح حد يفتح اللعب قدام الاتحاد، ولا قدام الأهلي. لأن في شوية منطق، الأندية ذي عندها فلوس، عندها صفقات، الأندية الباقية ما عندها صفقات. طبيعي أن الفيحة بيجيب عبد الرحمن السفري المحور يحط ظهير يمين، أبقفل بأي وسيلة، لو أنزل رئيس النادي محور ما عندي مشكلة، بس ما تفوز. عشانك عجزت أنك تفوز تروح تبرر تبرير المخيس أنه مقفلين، إيه بقفل، وأحسب حساب كل المباريات اللي قدام كلها مقفلة. ومدرب الرائد قال همس، قال لو عندي ثلاث صفقات أجانب فزت على الهلال، ثلاثة بس فزت على الهلال. فهو مدرب عنيد، ممكن موضوع الإدارة لقحت معها في موضوع جارديم وجاب الفريق آسيا، موضوع شو اسمه لا إله إلا الله رازفان مشى الفريق فترة لما جاء الجمهور طالب برحيله، رغم أنه حقق بطولات، وجال البرازيلي ناسي اسمه ذاك ومشى مع الفريق في آسيا، ولا باصة هيثم عسيري وتهل الفريق ومشى. فتنجح معك مرة ثنتين ثلاث أربع عشر ما هي ناجحة دائم أبدا. والله هذيك الأسوية ترى ما أدري كيف جات معانا، المباراة الوحيدة اللي لعبنا فيها من قلب حقت الغرزة دبلي والنهائي بس مشت. لكن أنت الحين دام الدوري توه بادي، والجولة الثالثة الرابعة، وهي 34 جولة، باقي 30 جولة أو 31 جولة، الآن التعويض موجود. يا أنه يكون البديل يوافق الهوية الفنية، وقبل قد فتحنا مساحة فيها ممدوح وفيها يوسف وتكلمنا عن موضوع المدير الرياضي، المدير الرياضي مش حق صفقاته بس، المدير الرياضي يعرف هوية فريقك، لأنه مش منطقي الناشئين يدربهم برازيلي أو الشلهوب، المدرسة الناشئين شو اسمه الشباب يدربهم اسباني، الاول يدربه روماني مدري برتغالي مدري برازيلي، مش منطقي. لازم يكون عندك مدير رياضي فاهم مدارس واحدة، المدارس واحدة، يطلع الناشئ للشباب الى فريق اول ما يجي ايرور في مخه، لانه عارف التكتيك اصلا، هذه هوية فريق فنية. واكبر مثال هذا برشلونة، هذا مدريد، عندي واضح، هذا اليوفي يروح مدرب يجي مدرب ثلاثة خمسة اثنين منتهين منها، أربعة خمسة واحد منتهين منها، مقفلين الله لا يعقب شر، بنفوز بواحد بنفوز بنص، أهم شيء نفوز. ولا سلطان معليش بس مقاطعة، في فترة توقف أتوقع قريبة صح؟ قريبة قبل آسيا
في توقف الاسبوع الجاي اتوقع سبتمبر في الفيفا اتوقع انها اسبوعين ايه بعد مباراة الاتحاد على طول بعد مباراة الاتحاد خمس جولات لا لا كم مباراة قبل التوقف مباراتين اتفاق والاتحاد اتفاق الاتحاد خمس جولات توقف اسبوعين او اقل المباراتين هذه هي المحك الرئيسي للمدرب طيب اذا خسرت المباراتين ذي تحديدا مباراة الاتحاد لا 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 اذا خسرت المباراتين خل مباراة 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 انت في النهاية عندك سبع نقاط فباقي امل لكن اذا خسرت مباراتين وراح الاتحاد فاز ولا مشوا ترى الاهلي قاعد يطول الاهلي قاعد يفوز انا الدوري معك طويل خسرت مباراتين فاز النصر في المباراتين تعداك في عدد النقاط فاز الاهلي والاتحاد روحوا صار بينك وبينهم ست نقاط خلاص روحوا صحيح. انت تبقى على امل انه يجي نادي يعثر الاهلي زي الخدود يقفل او يجي نادي يعثر الاتحاد او انت تتامل ان النصر يفوز على الاتحاد او الاهلي يفوز على الاتحاد وتدخل انت في دوامه انت اصلا في غنى عنها اساسا فانت اصلا من الليمت حق خياراتك من لويس انريكي تنزل 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 يا اخي اسوء الاحوال قفلت معك رجع رزفان صلى الله وبارك على الاقل نفس المدارس ما في اختلاف كبير بينهم انت فريقك له سنوات يلعب كره ارضيه أرضي يلعب أرضي كرة أرضية 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 من يوم قال المدرج أرضية زوري إلى يومك ذا هو أرضي 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 تجي أوفرات يعني جاك مترو أوفر 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 ما هي كل مرة بيجيك أوفر ما هي كل مرة المدافعين بيكون فاهين في كم هجمة في ثانية يفهي تروح الكرة عليه ما هي كل مرة حظك يقوم معك في المباريات ما هي يعني لازم تفهمها ما هي كل مرة أمورك تمشي معك صح ممكن في مباراة تسلطن أنت تأخذ المباراة طول عرض استحواذك 100% بس تجي مرتدة أو ركنية يجيبون هدف تنتهي المباراة ما في فايدة وهذا أسهل شيء ترى على جيسوس دفاع ينضرب يا رجل دفاع ينضرب زي اللوز ينضرب زي اللوز هدف الفيحة كورة ميتة راحت اليسار عطى مروحتين لأبو عبد الحميد إيرور في الرأس حطها في الباب لو فيه العويس وبونو والمعيوب في الباب أمس نفس الحكاية حتى والله بونو يحزن شكله ويتسحب يعني منه اي يعني شكله يعني شكل الفريق الجمهور يقول زي خسوس نفوز زي شو اسمه لا اله الا الله البلجيكي شو اسمه 2010 اللي راح المغرب جريتس يوم كان يضرب تعرف اللي كان يضرب ويروع تخاف منه كانت الأندية ما تتجرأ تهاجمك لأنها عارفة أن ارتدادك يروع أنا أعطيك خمسة زي اللوز يقول أفوز خمسة واستقبل في مرماي أربعة ما عندي مشكلة بس أفوز أنا كان فريق فيه هوية فيه فريق تحس أنه نازل جوعان أتحدى أي واحد منكم في موسم جريتس أي مباراة يفكر أنه يخسر ويتعادل أتحدى طبعا ما مستحيل أن يفوز من المباراة بس أتحدى ثقة كانت عالية فوق كان الجمهور ثلاثة أربعة لأن الفريق كان فيه هوية واضحة في الملعب أنت الحين أي كورة من المدافع طولية قدام أنت مضروب مضروب بالذات اليسرى دي حكاية أخرى عالم آخر اليسرى تجيب نيمار تجيب مبابي تجيب لتجيبه عالم آخر جهة اليسرى بيك ترممها ظهير أيسر وقدامه واحد وقدامه جناح وكلهم يتقنون الشق الدفاعي بعد عشان ترجع البلاوي اللي وراء هجمة بغداد اللي سحب كوليبالي فيها كرة طولية ترى من أكرم عفيف شو اسم الفريق الليبي نفس الموال الشباب بانيقا كل اللعبة نفس يا رجل هدف كريستيانو التعادل اللي في نهاية البطولة العربية انت تتعرف الهدف انه ثلاث لمسات نواف سلطان كريستيانو ثلاث لمسات بس وصلوك في الباب هم بعشرة لعيبة فقط تخيل ثلاث لمسات وصلوك للباب وانت كل مؤتمر الشباب اللي حضروا البطولة العربية كل مؤتمر تطلب لاعب المؤتمر الثاني لاعبين اجانب ثلاثة اخر مباراة قلت بيه خمسة اجانب يعني كنت واضح انك ما انت واثق في اللي موجودين في الفريق رحت وجيت ونفس الوجيه ما تغيرت فانت ما انت واثق فيهم اذا ما خانت الذاكره في الموسم اللي درب فيه الهلال هو تعادى مع الوحده هو اللي تعادى ولا شو اسمه حق النصر السابق لا لا فاز على الوحده اللي في الرياض 1-1 هدف انسلمو في الجامعه هذيك ضمن بعد رزفان أحد هو ولا رزفان لا 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 مو رزفان لا مو رزفان زوران كلهم يا العم يا رجال كلهم يا العم لا لا هو تعادل مع الرائد تعادل مع الرائد آخر دقيقة تعادل مع النصر فاز على أحد أعتقد واحد في الذهاب لا لا الإياب الجامعة كان هو ولا لا الحزم أتوقع الحزم خسر 2-1 في الذهاب خسر من الحزم يعني مدرب
أندية أقل منك تعادل مع الفيصلي، في واحد أرسلي الحين، أنت أندية فنيا أقل منك، خل التاريخ والكلام الفاضي، فنيا أقل منك، أنت تعاني، أنت تفوز بس أنت تفوز وأنت تعاني، أنت مثل اللي يقول سطرتهم ضربتهم بس الرجيل فارشينك ممغوط فاقعينك لين رحت ما غطينك تمغيط، بس تقول أهم شيء أخذت حقي ضربته برت حرتي، هذا أنت بس. أنت كاسترو بعشرة لاعبين خنك، خنك محلقك بعشرة لعيبة، بكرة بيلعب معك كامل، موضوع يختلف، ما يخليها والله ما يخليها. أنت لعبت مع الاتحاد، اتحاد المباراة ذيك ما فيها وسط أساسا، منتهية ما فيها وسط المباراة ذيك، بيرجع الاتحاد بكرة فابينو موجود، كانتي فريق شرب جو نونو سانتوس عاش جوه يلعب معك، موضوع تغيرت، بكرة تلعب مع الأهلي ثلاثة مصايب قدام غير المصايب اللي في الوسط، سجلون كلهم اللي في الوسط، رغم أن الأهلي فراري قدام بس ورا ديدسن، بس ما في مشكلة قدام يضرب الأهلي، لا عدل عدل وضع ترى حتى يعني المدافع ترى حق اليوفي ديميرال لو تستفزه تقول يا الحلاق ممكن يضربك ما عنده مشكلة، حتى عندنا قول خير والله مهاجمنا يقول لك آخر مباراة مدري آخر فترة توقف ثمانية مباريات، حتى أمس حتى سافيتش أمس تحسه مضغوط أكيد لأنه مركزه ثمانية، اللي يتابع الدوري الإيطالي هو مركزه ثمانية أساسا، وفي لاتسي والناس ترى معطينا محملين انه هو شايل لاتسيو، لا هو مع لويس البرتو فنان، مع نجوم مع شو اسمه اندرسون البرازيلي فنان، فريق هجومي مع ساري فنان، مع مهاجم يخلص قدام، مركزه ثمانية رجل يحترم نفسه، القاحت معك مباراه حطتها عشرة، القاحت معك مباراه حطتها خلف مهاجم تمشي معك، بس ما راح تمشي معك دايم. النهاية العربيه سافيتش تحدى واحد يعلمني وش كان مركزه، اصلا هو اصلا ما يدري وش مركزه، هو يرجع يدافع مع الهجمه، هو يروح يهاجم مع الهجمه، هو ينزل الكرات بالراس، هو ما يدري وش يبي اصلا في الملعب، هو اللاعب راسه، فعشان كذا انا اقول لك هو مدرب تحس ان في راسه فكره وش هي ما تدري، واعتقد هو ما يدري وش الفكره. مباراه الفيحاء اثر على اثرات اخر دقائق، ما في الا سافيتش هو اللي ممكن يعطيك يضرب بالراس، طيب اثر على يمكن اخر 20 دقيقه على فكره دفاع الفيحاء كل اللي اي وكورتين وكورتين لما لاعب ارضي يوصل له تحسن كرة يعني إيه، عشان كذا قلناها قبل والله قبل أيام سالفة ميسي ذكرها ممدوح، المدير الرياضي يقضي على كل شيء، يقضي على خزعبلات، يقضي على أحلام، والله يقضي سلطان هذه يقضي على سمت، يقضي ليش؟ لأن الموضوع واضح، ريان كان يدربنا، ريان مدرسة إسبانية، أروح أجيب يوسف برازيلي ليش إن شاء الله أجيب إسباني، مو هو بشرط عالمي، مو هو بشرط بسمع كلام الجمهور، كلام الجمهور دائم ترى مو صح، الجمهور يوم الإدارة أرخت إثنها وسمعت الجمهور، هذا بريرة علة دبلن التبت، لو ما سمعوا الجمهور ما جلسوا، ما مشوا الحبسي، ما جلسوا عموري، صفقات رتوش، الحبسي حارس كبير بس إنه في النهاية صفقة زي ما تقول فرد عضلات، عموري فرد عضلات، يعني هذا هو فريقه في العين ما نفع، الدوري الإماراتي هداف علي مبخوت، علي مهاجم كبير وهداف، ما هو مقياس من زمان، الدوري الإماراتي ما هو مقياس، لاعب فردي لاعب مهاري اوكي، بس ما هو اللاعب اللي يعني عموري لو بتجيبه ذاك الفتره كمحترف ثامن فوق البيعه اوكي جيبه، سوي لك كم مهاره الجمهور يستانس كم كعب اوكي، بس جيب سبعه صاحين يخلصون المباريات، فالاداره طنشت الجمهور ومشت، جابت الصفقات الباقيه ومشت. موضوع بيريرا تركوا شو اسمه، لا الله شو اسمه يا ريان اللي كان في منتخب البرازيل لعب في اولمبياد طوكيو، إيدو مدري عنده جناح يسار نسيت اسمه، أنا يلعب في بالميراس شو اسمه يا كودينهم ذيك لودينهو ذا، عن عشرة من بيريرا، عن عشرة من بيريرا، لكن الجمهور ضغط بيريرا بيريرا وجاء بيريرا والنهاية، فأنت جيب لي مدرسة زي اللي كنت ماشي عليه رازفان وشل الناس دياز، هذا مدرسة هذا الشغل نفسه، جيب أي مدرب، هذه رومانيا أرسل محمد اليعقوبي يروح يجيب لك، هالتونسي 100% يعرف لنا ناس هناك، جيب لك واحد روماني فنان يلعب كرة زي الجماعة ذول، صلى الله وبارك تشكيلة كلنا نحط التشكيلة، موضوع بسيط أنا ما يحتاج فلسفة، لكن جيب مدرب أنا مسميه غلبان وعنيد، بعد غيرنا غلبان عنيد، أنا أعتقد أن جلسوه أصلا إلى بعد التوقف، هذه مصيبة ترى، لأنه ما وضع الفريق ما هو باللي
عكس الانديه الثانيه. شوف الانديه الثانيه شوف كيف المدربين الثانيين موضوع تغير، ما هو موضوع حب وعاطفه كلام فاضي. الدوري تغير، الاسماء تغيرت، التنافسيه تغيرت. بكره بتلعب ناس زي الخدود زي الفيحة يقفل ورا نقطه ولا صفر، يطلع بنقطه ولا صفر زي اللوز. تروح تصرف بعد كل مباراه تقول مقفلين ما يلعبون كوره، اكيد ما راح يلعب كوره. اذا جايب فلان ب 40 فلان ب 50 فلان ب 60 وانا كل صفقاتي ما جت 40، اكيد ما راح افتح لك كوره. لو ايش مستحيل افتح معك كوره اساسا، ابى اقفل واطلع نقطه حبدي، والانديه اللي مثلي على جوي بلعب انا وياها بتنافس انا وياها ما عندي مشكله. انكشف هذا الفتح اليوم، فتح لي السنوات الاخيره كان فريق جميل قدم كوره، ما راح يواجه الانديه ذي، ما راح حتى لو جاب اجانب جودتهم ما توصل الاجانب الانديه الصندوق رغم انه مدرب ودفاعي. مستحيل تجري اي هدف، اي هدفين تدخل فيك تفتح المباراه غصب خلاص. هذا هو يعني شخصيا انا رايي الشخصي كمواطن بسيط اتخلى عن جميع ما هو في البايو عندي الليله، يمشي ولا بكره ما يصل، ما يفوضون الفجر لو ماشي. بس سلطان شوف في واحد هنا شبيه للمدرب لازم نشوف له حل. اراء اراء شوف هذه في النهايه اراء، انا شخصيا لا 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 هنا ابغاك تتفاهم معاه. انا معك في لا انا معك رايه ابو يوسف رايه. انا في ناس يشوفوا لك مثلا يقول لك فلان رايه رايه احترمه، ليش تصدر اراء الناس؟ سلام عليكم اول شيء. سلام ابو يوسف سلام. وش رايي وش رايي؟ هو يقول انت شبيه قلت رايح هو يرى ابو يوسف يقول خسس. طيب اول شيء مساكم الله بالخير او صبحكم الله بالخير. صبحك بما اني انا قائد حبه قائد خسس كما وصلني فاحب اقول ابو يوسف وش يخلني ابدا من حيث انتهى سلطان. اول شيء الجمهور الهلالي عمره ما كان على خطا، موضوع مطالبتهم بريرا مطالبه صحيحه جدا ولا تلام فيها اداره الهلال مثل ما تلام ما يلام فيها الجمهور الهلالي. بريرا لاعب كبير فشل في الهلال دعم فشل ذريع وكان احد اسوء الصفقات لا يلام الجمهور الهلال. بيوسف فشل فشل الوحده الاماراتيه ما قاطعك يا سلطان بس اكمل كلامي بس تكفى. لا يلام جمهور الهلال والصفقه الوحيده اللي ما تلام عليها اداره الهلال. جمهور الهلال ما هو اللي طالب جارديم، جمهور الهلال ما هو اللي طالب ماريكا، جمهور الهلال ما هو اللي طالب كثير ميكالي، جمهور الهلال ما هو اللي طالب بخيسوس، جمهور الهلال ما هو اللي قالك فاوض في الصيف من شهر 25 مدرب وكل واحد ضارب لريع. في مسألة إن الإدارة إذا سمعت جمهور الهلال غلطان أبدا كلام غير صحيح. مسألة الهجوم اللي صاير على يوسف أو مساحته أو على أي مشجع أو الهاشتاج اللي ينطرق هي عادة وتعودناها من كثير من الأخوان. ما أتكلم عنك يا سلطان، أتكلم اليوم في ناس دخل على يوسف وهاجموه ويوسف جاي يسولف لي. اليوم المشجع من حقه يقول رأيه بكل أريحية. اليوم أثبت المشجع الهلالي إنه ما يرضي هاي شيء. 4-0 أي فريق يفوز 4-0 الطبيعي إنك تشوفه فرحان. الجمهور ما كان راضي ولا كان فرحان لأنه عارف النتيجة إنها ما تعكس المستوى. اللي بقوله وباختصار شديد من حقك انك تشوف جيسوس مدرب لا يمس ومدرب كبير ومدرب خيالي، هذا حقك ورايك واحترمه وقدره وحطه على راسي. بس اللي مو من حقك ابدا اللي مو من حقك انك تتهم الناس تدخل في دمهم. النقطه الاخيره انا اليوم اشوف اثنين كانوا معي في المنتديات قبل 13 14 سنه ولكن في واحد عزيز والله بالصدفه طحت فيه عادل احب اصبح عليه كان هلا عبد الوهاب يا خوينك يا رجل كم عارف من كم من 17 سنه هين عارف شو نسوي خيسوس رجعنا ايش اخبارك ان شاء الله طيب خير بارك الله في يوسف اللي جمعنا جراك يعطيك بلوك خليك تفك حساب ثاني في المنتدى ريال حب شحم يا ريال بس حبيت اصبح عليكم وانا اقول كل واحد من حقه يقول رايه وتكلم مثل ما تبي وقول رايك وعبر عن رايك. بالنسبه لي أحمق قرار في قرارات حمقاء تتخذها إدارة. إدارة الهلال عملت ميركاتو رائع جدا وكل اللاعبين اللي جابتهم أنا بالنسبة لي سكواد الحالي اللي في إدارة في نادي الهلال لا يوجد مثله في 90% من أندية أوروبا لا يوجد كجودة اللاعبين وكمراكز وكاحتياج. ممكن كان ناقصنا ظهير أيسر ولكن هذا القرار بإعادة سيء الذكر جيسوس أخاف أنه يخرب كل شغل الإدارة اللي سويته في الصيف هذا. فأنا وجهة نظري طالب وبارك الله فيكم وهاشتقوا وعليكم بالهاشتاقات وعسى الله يفكنا من شره وشر كل محب لهذا الأسلوب الممل جدا في كرة القدم
وتحيات الجميع. عذروني يا شباب اذا ما سلمتكم واحد واحد, بس والله عادل فين يا جماعه الخير من 2007 من ايام شبكه تيلا احنا نعرف بعض. يعطيكم العافيه جميعا. حياك ابو يوسف. هنا هنا ابو رايد يا حبيب ابو رايد. يلا قامت جوارك ابو رايد. هلا والله, سامحوني اذا في احد قبلي, لكن والله ان الشحن بيطفي والله العظيم ولهم من عادتي. شوف يا اخوان, مثل ما قال عبد الوهاب, اليوم اللي يبغى يستمر خسوس هذا من حقه, واللي يبغى يطالب باقالته ايضا من حقه, لكن نروح نهاجم بعض هنا اللي صراحه انا اشوف انه امر غير منطقي. اليوم خسوس دربنا 6 مباريات في العربيه و3 في الدوري, خسر النهائي وخسر مباراه السد وتعادل مع اهلي طرابلس, تعادل مع الفيحة. الفيحة ترى لما نجي نقيسها بالمدربين ترى تعادل معهم رزفان, تعادل معهم جارديم, وخسر منهم دياز, وايضا تعادل معهم خسوس. اليوم ترى الفيحة تعادل مع الحزم, والحزم مضيع ضربه جزاء, يعني ما هو ذاك الفريق اللي انا اقول انه كويس. وعلى فكره ترى الحزم يوم لعب ضدنا ترى كان يلعب ابو سالم عصب على بين المهاجم بين الشوطين اسم براي على حتى يعني والله اني ضاعت الفكره, لكن اقول ايه, الفيحة يوم لعب ضدنا ترى كان يلعب بمخير الرشيد اللي هو ظهير ايس ظهير ايمن, وجالس يلعب قلب دفاع. اليوم زكريا سامي في مباراه ابها كان يلعب محور, وعشان دفاع ابها ما هو موجود لعب في قلب الدفاع, وفزنا 3. في اخر المباراه مدري من اللي ذكر سافيتش انه لعب كراس حربه, والله انا تذكرت سام المولد يوم كان يلعب مع الاتحاد في اخر الوقت, الاتحاد متاخر كان يقدمه راس حربه مدرب الاتحاد. انا ما اقول لكم الان اطالب باقاله خسوس, نتكلم بعقل ومنطق. انت عندك 7 نقاط خسرت نقطتين, لكن الشكل الفني ما هو جيد. ليش؟ لانه اصلا في مباراه البطوله العربيه انت تشوف الفريق متقدم بشكل غير طبيعي, سواء الفريق متقدم يبغى النتيجة أو قصدي بالنتيجة أو جالس يطرد ورا النتيجة, والأسلوب هذا ما راح ينجح. ليش ما راح ينجح؟ لأن سعود ما هو كويس في الكورة, ولا الشهراني كويس في الكورة. ممكن له البريك بدل سعود, ممكن له في ظهير أيسر جيد في الكورة, ممكن إذا خلقهم كأجنحة وهمية وصلوا الـ 18 ممكن يتصرفون يلعبون مع الأجنحة وانتو يخلقون لهم مساحات ويسجلون أو يعكسون الرأس الحربة. ايضا نعطي الرجل اعذار, الرجل ما لعب معه مهاجم راس حربه حقيقي الا في مباراه الرايد وفاز 4. الشوط الاول امس كان كارثي, الهلال كان محزم بشكل كبير جدا امس. امير سعيد وتفاريس وسنبل كل شويه امام بونو, هذه اشكاليه كبيره جدا, وترون ما هي جديده هذا الامر. كنا نفوز 4 ونقبل 3, كنا نسجل 3 ونقبل 2 في الفتره الاولى, وهذا اسلوب جسس. والله في مباراه الاتحاد اتذكر ان كنوا في منطقه جزاء الاتحاد, اشوف سعود شوف الشهراني واصلين منطقه جزاء الاتحاد, انت ما انت جالس تبغى النتيجه وانت متقدم 2 على الاتحاد, دفاعك بينضرب خصوصا الان في ظل الثمانيه اجانب حربه بتجيب 2 اجانب على الاجنحه مثلا. الاتحاد اليوم من عنده مثلا روما كويس, وعنده لو مثلا جاب صلاح او مثلا لعب جوتا, عندك النصر عنده ماني كويس ولا مثلا له لعب غريب او يتعاقد مع جناح, عندك الاهلي عنده ماكسيميان كويس, وعندك في الجهه الاخرى رياض محرز, فانت بتتعب ترى في الاطراف. الهلال جالس يا اخوان ينضرب بشكل غير طبيعي, انت جالس تلعب على خط واحد, يا ليت الفريق جالس يعني زي ما تقول يطبق هذا الامر. ترى هذه الطريقه طبقها فيتوريا مع النصر في 2019 وكان ناجح تحديدا مع الهلال. ليش؟ لان جيفنكو ما هو قادر يكسر التسلل, وقوميز ما هو قادر يكسر التسلل, واذا انكسر التسلل ما هم قادرين يكملون لان ما عندهم النفس ولا يمتلكون السرعه. ليش الاتحاد تغلب 3-2 في استاد الملك فهد وطلع النصر من كاس الملك؟ لان كان عنده روما, كان عنده فهد المولد, وكان عنده رودريغز اللاعب اللي من راس الاخضر اللي كان في الدوري البرتغالي في الدوري التركي, كان يلعب على خط واحد كان ينضرب دفاع النصر. ترى هذا الأمر جالس يتكرر اليوم مع جسس من البطولة العربية. أنت بتقدم 1-0 مطرود من النصر 1, وجالس تلعب في نص ملعبك, في نص ملعبك البعض يروح الطرف الأيسر. على فكرة ترى الهدف الثاني للنصر من جهة محمد البريك, عفوا من جهة سعود الطرف الأيمن, أم هدف الفيحة من الطرف الأيمن. المشكلة ما هي في ياسر, المشكلة في التنظيم الدفاعي السيء, الوقوف على خط واحد.
ودفاعك ما هو من اللي يمتلك السرعة زي حسان. ممكن حسان الحين يعني يحل لك مشاكل كثيرة. ممكن كيلوبالي إذا كان جاهز بالخطوة ممكن يعوض فارق السرعة ويرجعون المدافعين في حال مثلا ضرب التسلل. ترى على فكرة هدف النصر الأول أعتقد أنا أن كيلوبالي لو كان ما هو مصاب ما عنده تمزق في العضلة يمكن كان أخذ خطوة كذا وطلع الكرة من قدام رونالدو. لكن واضح أنه ما هو قادر. للدليل بعد الهدف طلع. هذا الأمر ما هو موجود اليوم لا هو في جحفلي ولا هو في علي البليهي. وترى هذا التكتيك طبقه هيرفي رينارد في مباراة الأرجنتين وطبقه في مباراة بنما في المباراة الودية في الإمارات وانضربنا ترى في الأرجنتين في مباراة الأرجنتين 3 أهداف تذكرون كانت كلها تسلل والله ستر. جيسوس لازم يغير من قناعاته. خلاص أنت بتقدم 2. أنا أحترم ترى دائما النصر في حاجة واحدة. النصر مهما تقدم يلعبون على عامل الوقت يلعبون دفاع المنطقة. شوفوا الغنام إذا جاء العباوت كم يجلس الغنام عشان ينفذ الآوت يقتل الفريق اللي أمامه. الاتحاد أيضا يقتل الفريق يقتل يلعب على عامل الوقت. الهلاليين يسعون ورا النتيجة خلاص أنت ضربت 2 ما هو تفوز 10 ما هو ضروري تفوز 10. أنت قدمت 1 في مباراة النصر وعند النصر لعيبة كويسين تلعب على خط 1 ليش؟ العب دفاع منطقة يا أخي موت الكورة العب على عامل الوقت دور الكورة بينكم. فأنا زي ما قلت لك يا بختم يعني مداخلتي بشيء بسيط منطقيا اليوم أني أنا يعطوني إدارة الهلال وأجي أشيل خسوس والله هذا قرار ضرب من الجنون. وأنا متأكد أن يوسف فاتح المساحة يعني زي ما تقول يا الإدارة ترى الجمهور هذا مطلبهم. منطقيا ترى مباراة الاتحاد ومباراة الاتفاق حتى لو فزت وضعك سيء لازم تراجع قراراتك. ترى في نهاية الأمر بحثوا خلف كنسيساو ما قدروا يجيبونه. أليجري الجمهور رفضه. تيتي الجمهور رفضه. حاولوا كان هدفهم الأساسي في الصيف كان هدفهم الأول لبتيجي رفض يطلع منه. ولفرهامبتون ماركوس سيلفا ما قدر يجيبونه من فولهام كمل. اليوم قدامك لبتيجي لكن أنا وش نسوي الربع لا والله هذا خوينا كويس لا يمشي. أبو رايد تفضل. عفوا بس لبتيجي كان موافق بس أنه طلعوني من نادي يعني اكسر يعني اضرب يعني ادفع الشرط الجزائي 5 مليون صلى الله وبارك وراتبه 3 مليون والله بسيطة سلطان جدا. سلطان لو في ترى كان طالب راتب 25 مليون يورو طبيعي وكانت بيتو كان ام الجماعه عادي اروح اجيب بيب. طيب بيب ترى 21 لا في شيء منطقي بيب ما هو جايك ما هو منطقي. طيب اني ادفع في مدرب 25 ما راح تدفع انت لو وافق وطلعته من النادي ما راح تجيبه ب 25. طيب سلطان انت بتخليها بونص وما بونص والكلام الفاضي ما في شيء ياخذ 25 دايركت منطقيا اليوم عندك 6 نقاط اهم شيء انك تحصل ال6 نقاط امام الاتفاق وامام الاتحاد. ولو حصلت نقطه امام الاتحاد في ملعبه ترى ما هي شينا بس نبغى نشوف شكل الهلال الفني اليوم. تقولون ليش الهلال سيء في الشوط الاول وليش الهلال تغير في الشوط الثاني ترى نقل مالكم بس هذه. البعض ممكن يقول طيب لو طلعت مثلا 0-0 الشوط الاول ونزلت كنو قدام الرائد تلعب 3 محاور ترى ممكن نوع من الجمهور يهاجم جيسوس بهذا الأمر. تلعب قدام الرائد ب3 محاور أنا معك ترى بالأسلوب ذا سافتش بتلقى منه أسوأ نسخة. فلذلك كنو مع جيسوس في الفترة الأولى الفترة الثانية كان تحديدا والله اللي شوف المباراة في الملعب من أفضل لاعبين في البطولة مع جيسوس تحديدا في مركز 6. فلذلك أنا أقول صدقني تحديدا مباراة الاتحاد ما راح تلقى مالكم في اليسار ومترو قدام وسالم في اليسار راح تلقى سافيتش في حال مثلا انه ما تم تدوين عقوبه عليه اضافيه وراح تلقى نيفيس. مباراه الاتفاق ما هي سهله. الاتفاق عنده اطراف كويسه وممكن يسجل فيك من الهجمات المرتده. عندهم كويس وفيتيني وكويس والكويبي لو جهز بيسوي لك اشكاليه وديمبلي برضو محطه ممتازه جدا. حنا المشكله نروح لمباراه الاتحاد الجمعه الجايه وننسى الاتفاق. انا اقول ناخذها خطوه والله يوفق الهلال في المباراة القادمة وإن شاء الله نحصل 6 نقاط. إذا مثلا الفريق كان سيء والفريق مثلا ما جاب إلا 3 نقاط أو نقطة لا هنا خلال فترة توقف الدوري لازم الإدارة تشوف حساباتها وتحديدا هدفها الأول اللي كان موجود كانت تبغاه اللي هو اللي بتيجي خيار متوفر. شكرا لكم يوسف وأسف على الإطالة. يعطيك العافية براي تشرفت يا حبيبي.
أنا أشوف السحس وعادل. عادل حياك الله. أهلين حياكم الله، مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير. أنا عندي مشاركة بسيطة، بس أنا أشوف العلة مو في خيسوس، العلة باللي جاب خيسوس، لأنه بيروح خيسوس بيجينا خيسوس ثاني. يعني جرب جارديم ما نفع، تحسبها خلاص اقتنع أن اللعب المباشر ما ينفع للهلال، لا راح جاب خيسوس. علتنا واضحة، ولا أقصد فهد بن نافل ولا بيقول اسمه، لأنه في ناس تجيهم حالة هستيريا لجبنا اسمه ما أدري ليه. فعلتنا يعني مو خيسوس، بروح خيسوس بعد مباراة الاتحاد، تهزم الاتحاد وذا الجمهور بيروح خيسوس، بيجي مدرب مؤقت حفظنا الاستوانة من أحد كد جاء درب الدوري السعودي يعني يجيب ويلا. علتنا واضحة والله، بس هذا اللي عندي والله. أنا أول مرة أشوف فريق فايز أربعة وقرفانين يا رجال. مباراتيها الحين صارت عقوبة علينا والله العظيم. لا ما يمديك تفرح أسبوع بالصفقات ولا شيء، مو بس داخل جيك مباراة يأكل جوك. والمصيبة عندك لاعبين كويسين، بس تدري وين المشكلة؟ المشكلة يعني اللاعب يقدر يبتكر، بس عنده في الدكة شايب عنيد يعني غبي ولا يبيك تبتكر. مصيبة هذا، مصيبة. أنا مقتنع أن متروفيتش راح يتفلت عليه يوم من الأيام. أومي إيه، ترى الأفغاني أخلاقه قشرة، ترى عنده مشاكل. خلّه يتفلت عليه يا أخي، والله العظيم فوضى. جل سنبول يأخذ الملعب عرض، بنزيمة بكرة، ماني والعالم دي، شو بنسوي؟ والله مزعج على بونا، سحبوه سحبة كذا ما حلوة. رجال كولابالي وكولابالي بغداد مسك الأرض، ما شيء غريب يا أخي والله. يا عادل أنا أمس كنت حاضر مباراة، قسما بالله سعيد يتمشى، تمشي بملعب الهلال تمشي يعني، حتى أنه يطلب الكرة وبعدين يركض يقطع مسافة ما حد يمكن. حسين سعيودي كويس على الألقى شوي. سنبول يا أخي قطع الملعب عرض. والله شوف الهجمة اللي طلعها بونو، عرض ماشي. أي والله احنا العلة واضحة وصريحة، بس عادي. طيب يا عادل، لو وجد مثلا كنو، مثلا لو أمس كنو موجود، قادر مثلا يغطي المساحات اللي يتركها مثلا، قادر يخفف من السوء، بس إيه. انا معك، راح يضل سيء. انا معك، افضل نسخه لمحمد كنو في مركز ستة، افضل نسخه لمحمد كنو في مركز ستة، افضل نسخه. حامد صبحك الله بالخير. حامد هلا ممدوح، هلا بسعود. بس كنو كان يلعب مهاجم ثاني في الهلال. خليها مشيها يا ابو سعود. انت مشيها يا ابو سعود. هو قصده انه كان ممكن كان يلعب في اوقات كان يلعب في عشرة. لا كان يلعب مهاجم ثاني. والله ترى مع جارديم كان يلعب في ستة وقدام الفرج، ترى في بطولة اسيا تكلم. ترى على فكرة التصريح هذا قالوا على ادواردو نفس الشيء. اوكي عادل، اصبحه بالخير، ما يبغى يقول اسم الشخص، الشخص فهد المترجي يبغى يغير هوية الهلال. ليش نلف وندور؟ ما ادري يا محمد، انا جبت طاري مره جاني هجوم غير طبيعي. شوف جبت طاري عمله، انت ما رحت للشخص. اي عمله، انا مالي الا عمله. طيب اللي عنده، شوف اللي في ناس عندهم مركب نقص، يتوقع انه انا لو انتقدت فهد بن نافل وانتقدت لاعب ولا انتقدته في عمله، في ادائه في الملعب او في انتاجيته في الاداره، انا كاني سبيته. هذا انسان عنده مشكله يروح يراجع طبيب نفسي، انا مالي شغل فيه. انا اسمي الاشياء بساميها. فهد المفرج في كل مساحة، واليوم قلتها في بداية المساحة، واحد من أفضل وأصدق الناس اللي اشتغلوا في الهلال. لما كان مدير كرة كان ممتاز، وكل الإدارة تعاقبت عليه. لما ارتفع أنه كان صار مدير رياضي، هذا مو مكانه، يكون في مكان ثاني في الإدارة. نعم غلطت فهد بن نافل أنه أصر عليه، لكن أنه يستمر هذه مصيبة، مصيبة. حتى بعد الكوارث اللي صارت في الثلاث سنوات اللي فاتت، الأشياء اللي صارت مصيبة. ترى في أشياء كثيرة بتصير، وإلى يومك هذا بتصير، وإلى يومك مقاطع بتطلع بنفس الآلية اللي بتصير مع فهد مفرج. طيب خيسوس ما هو مكانه، لوبتيجي كان موافق بخمسة وعشرين بمية مليار، أنت من تدافع؟ لجنة استقطاب هي اللي دافع. ليش أخذت الموافقة حقه بعدين رجعت؟ أخذت موافقة مدربين ورحت المدربين ثانيين غيرهم،
أسوأ من خيسوس على فكرة اللي رحت لهم. ورجعت في الأخير في آخر الفترة أخذت متروفيتش ورحت حق إشبيليا المهاجم نفس الحكاية. ترى على فكرة حتى أنريكي، أنريكي ما قال لك أنا ما أبغاك، أنريكي حط لك شروط أنت ما تبغى توافق عليها، جلاردو حط لك شروط أنت ما تبغى توافق عليها. إيش أنت أي واحد كذا يفكر بينه وبين نفسه إيش الشروط اللي ممكن يحطها مدرب، المدرب محترم عنده سي في وبطولات متعددة وأسلوبه يناسب أسلوبك، إيش الطلبات اللي حيجي يطلبها من نادي كبير زي الهلال وأنا أرفضه؟ إيش حيقول؟ ما أبغى لعب اللعيبة، أبغى لعب كرة يد مثلا، طلبات أي مدرب، أبغى عقد 3 سنوات أقل شيء، أوكي يكون لي يد في الاختيارات أو يكون لي يد في المدرسة، أو ما أكون مدرب أكون مدير تنفيذي في النادي زي ما صار مع الأكبر مثال اللي هو فيرغسون في مانشستر، يكون هو المسؤول عن كل شيء زي ما صار مع مدربين كثار. في مدربين يطلب الطلبات هذه، وهذه طلبات منطقية من مدربين عندهم سي في كبير، ترفضهم ليش؟ أنت وصلت المرحلة مع صندوق الاستثمارات وبعدين مع لجنة الاستقطابات، يا أخي ارفع طموحك، ارفع جودة عملك في النادي. ما يصير العمل حق التسعينات هذا اللي كل سنة وحنا في عقد. في تاريخ الهلال كله ما في مدرب استلم جلس سنة ونص في الهلال لدياز يمكن السنة، وجلس حبا في الهلال عشان الهلال موقوف. طيب هل هذا عمل صحيح؟ كل سنة أجي سوقع مع مدرب؟ خيسوس أصلا عقوده حتى مع فنربخشة من يوم خرج من فلامينغو عقوده بسنة، الرجل كبير في سنة يقول لك أنا ما أبغى لعقد سنة. طيب أنت ما طالع في السي في حق المدرب؟ عنده مشاكل كثيرة في غرفة الملابس، آخر ناديين دربهم بداية الموسم بداية صحيحة وبعدين انهيار تام لا في الإصابات ولا في المستوى. طيب ليش رح جبته؟ يا أخي صحي تيلي سانتانا من قبره وجيبه وإذا تبغى مدرب خبرة. الموضوع مو كذا، الموضوع أنت وصلت مرحلة. يا أخي اليوم شفت تصريح كلوب عن الدوري السعودي، العالم أوروبا كلها متجن، يعني وصلوا لمرحلة الجنان من الدوري السعودي. وصل يعني الصيت اللي أنت كنت ممكن تسعاله أنك توصله في 5 سنوات أنت وصلته في صيفية واحدة. أنت كسرت قاعدة أوروبا والدوري الإنجليزي في صيفية واحدة، وأنت أكبر نادي في آسيا ما أنت قادر ترتقي بعملك الفني بس شوية عشان تلحق الناس؟ هذا غير مقبول في الهلال يا أخي. ليش نلف وندور؟ خيسوس ما حد يختلف، شوف أنا قلتها خيسوس مدرب كبير وقلتها في مساحة قبل كذا، خيسوس أجبر مع فليمينغو أنه هو يلعب كرة على الأرض، لأنه برازيلي لا يمكن يلعب كرة طائرة، يلعب كرة أرض، كرة قدم على الأرض، فاضطر أنه هو يلعب. ترى عنده أفكار ويقدر يطبقها بس الرجل عنيد. الموضوع مو في موجود محمد كنو ولا في وجود يمكن سلمان الفرج يفرق معه شوية، الموضوع مو في لاعب واحد. أنا أقسم بالله في العربية أني من أكثر الناس اللي دافعت عن ياسر الشهراني، قال له أهداف ونبغى ظهير ياسر. ياسر الشهراني ترى ما كان سيء، المنظومة حقتك سيئة. ترى مع رزفان ومع دياز، أرجع عيد الكلام اللي ما سمع الحين، رزفان ودياز كانوا جانك والبلاهي آخر لاعبين فين يوقفوا؟ على خط السنترة في نص الملعب لوحدهم وراهم المعيوف. هل كان ينضربوا في الدفاع؟ ما كان ينضربوا، لأنه منظومتك محترمة كانت. الآن أربعة في كل كورة ينضرب فيها سعود عبد الحميد وياسر شهراني، 4 على خط واحد، وقوفهم يعني ما بقول كلمة ميزينة، ابتدائي في عالم كرة القدم، وينضربوا وينسب المعيوف وينسب ياسر شهراني وسعود عبد الحميد والبلاهي وسيئين. لا مو هم سيئين، اللعيبة اللي حققوا لك بطولات هذول، اللعيبة اللي عندهم أصلا حتى فكرهم في كرة القدم عالي. يا أخي شوفوا دحين لما حتى مع بونو الكورة بس ترجع له، أول واحد تسمع صوته في الملعب خيسوس، يبغى من لمسة واحدة يشتت الكورة. المعيوف متى يخطي في باص طويل؟ حتى مع جارديم كان جارديم يعتمد على المعيوف أنه هو يبني الكرات الطويلة، لأنه ما يخطي. ليش؟ لأنه كان يعطيه مساحته في 3-4-5 ثواني أنه هو يوقف على كورته وتكون بدقة عالية توصل للمهاجم، وجاء منها الهدف الثاني حق بوهانك، واحدة من الأمثلة. طيب مع خيسوس لا، من يوم ترجع لك الكورة
وما في مهاجم ضاغط عليك من لمسة واحدة لازم تشتتها. كوليبالي يمكن سلطان يتابع الدوري الإيطالي أكثر مني، من أعظم اللعيبة في بناء الهجمة، ساير من أسوأ اللعيبة. ليش؟ لأنه بيصرخ عليه يبغى من لمسة واحدة يشتت الكورة، واعتماده كله على ميشيل، أكثر لاعب في الملعب أي واحد أي مدافع يقدر يطلع عليه في كورة الطال العالية. ممدوح عفوا، كوليبالي مع نابولي كانوا يلعبون أحيانا بعض المباريات 3-5-2، كانوا يلعب المدافع الأيسر أو المدافع الأيمن، كانت الكرة تطلع من الحارس على المدافعين يا غوريا خطيرة، كان فريق هجومي مرعب، بس ما كان عنده حظ، كان اليوفي أقوى منه، اليوفي أفضل منه أساسا، فكان هجومهم مرعب جدا خطيرين. بس في مباريات ما تتوقع أنه 1% أنه يخسرها، في مباريات تتوقع أنه خسران من الكبار هو اللي يفوز فيها، كانت يعني منظومتهم الدفاعية غير طبيعية. شوف يعني طبعا. النجاح اللي وصل له سباليتي ما هو في يوم وليلة، أيه منظومة شوف. كاملة ماشي عليها سباليتي، ما هو بعيد عن ساري، لو ان ساري يحب الكرة الممتعة أكثر. شوف من عظمة جمهور الهلال أنه فايز 4 ومو راضي عن النتيجة. أنا شوف ما عمري شفته جمهور الهلال، لو الهلال قدم مباراة عظيمة وانهزم وضيع فرص ويروح شوف تروح تتهم الشخص المسؤول، بس يا أخي قدم لي كورة. مباراة الرائد الهلال قدم وتعادل في الملك فهد، كان الجمهور يشيد بالفريق. أي شكرا. الموضوع ما هو موضوع خيسوس بس، يعني الإدارة حتى فهد مفرج اللي احنا دحين بنلومه في تغيير الهوية، يا أخي تعاقداتك في الصيف انت بنيتها عليش؟ جايب سافيتش ونفيز وكوليبالي الثلاثة هذولا عليش؟ مو عشان تلعب كورة على الأرض؟ طيب رح جبت مالكم جناح منتخب البرازيل، ليش جبته؟ عشان يلعب كورة طويلة ويستلم كور طويلة ويكون محطة؟ نيمار وقعت معه، تتوقع أنهم هذول لعيبة بدنيين بيجروا طول المباراة؟ ما في فريق في العالم يجري طول المباراة، ما في فريق في العالم يجري طول المباراة. الفريق اللي يجري طول المباراة يخسر، لأنه مستحيل هذول بشر في دقيقة 70 حينهاروا. كل كورة استلمها من الحارس ومن الدفاع ألعبها كورة طويلة وأروح إيش الخطة حقتي؟ إني تنزل الكورة طويلة، إذا راح أخذها لاعبي أهلا وسهلا، ما أخذها أنا أروح أجري وراها كني في مدرسة ابتدائي. طيب أنت ليش ما كملت عمل حقك كله هذا ورحت جيب مدرب يناسب أدواتك اللي موجودة؟ يا أخي فرحنا أنك طلعت كويلار ومريقا، أنك حتجيب جودة أعلى، وفعليا رح تجيب جودة أعلى منهم بألف مرة. إيش رح تسويت في الجودة هذه؟ كسرتها بالمدرب، كسرت رجولهم، خليتهم محرولين في الملعب. طالع في نفيز حتى المباراة الأخيرة اللي هو بدع فيها، شوف آخر 25 دقيقة جهد البدني كيف قل، لأنه بيجري طول المباراة. فحرام أنك أنت تهدر كل الطاقات اللي عندك هذه. أوكي، أعلى مدرب في المؤتمر الصحفي قال المدير الرياضي فهد المفرج سنتين وهو يكلمني عشان أرجع للهلال. هنا تعرف تحط نقطة نهاية الموضوع هذا وتبني عليها، ما بألف أنا من عندي، هذه تصريح مدرب وتصريح ناس مسؤولين في الهلال. فعاد لما يقول أنا ما بقول الشخص أقول ممدوح عفوا، في نقطة الجري، أنت فريق متعود 3 سنوات أنك أنت اللي تستحوذ، اللي يلعب قدامك هو اللي يبحث عن الكرة، أنت صاير تلعب الحين أنت اللي تدور الكرة، المفروض أنت تكون ماسك، أنت اللي تدورها أساسا في معظم مجريات المباريات، حتى لو فزت 4 وفزت أنت قاعد تدور الكرة، وإذا استوت معك المباراة وقفل الفريق اللي قدامك صار دورانك بالكرة ما منها فائدة أبدا، زي الفيحة معك كرة معك استحواذ بس ما في فائدة، الفائدة صفر في النهاية. ففعلا يعني مثل ما قلت أنت لازم يرحل، التفاصيل الأخرى أنا ما أتكلم فيها لك الممدوح تفضل. يعني حتى لو رحل أنا يعني طيب ورحت جبت لي واحد زيه ثاني، أو رحت جبت لي رجعت لي دياز ولا رزفان، ما أبغاهم يا أخي. كان عندك واحد أعلى منهم جلاردو جالك لحد الرياض، ليش ما أخذته؟ بالعربي يقول واللي يبغى يفهم يفهم، وأغلبكم يمكن عارفين أنه هو جاء عشان الهلال، طيب ليش ما أخذته؟ عشان شروط معينة؟ عشان عدد سنوات؟ ليش؟ كيف أفرط في سعد الناصر وأنا ما عندي أصلا جناح بديل عشان أخلي ميشيل عندي في الفريق عشان رغبة المدرب؟
يا أخي جبت بونو على عيني وراسي. طيب أنت من سنتين وأنت احتياجك ظهير يسار. يعني أنا توقعت الصيفية هذه بالذات لما صار موضوع لجنة الاستقطاب أنه أول تعاقد يسوي الهلال راس حربة وظهير يسار قبل أي أحد، قبل حتى مدرب. جبت كوليبالي ونفيز وسافتش قبل المدرب، لما توقعت مع ظهير يسار عشان يجي المدرب يقول لك أنا ما أحتاج. مين الظهير اليسار في السعودية اللي يناسب الهلال؟ معليش اللي الناس يقولوا متع الحربي وغير وغير وغير، ما في أحد يناسب الهلال. يا أخي أنت قدامك ذحين لجنة رياض محرز وماني وحتى الأندية الصغيرة ترى على فكرة حتجي لها تعاقدات، وأنت عارف السلطان على الفترة الثانية الأندية الثانية حتاخذ تعاقدات من لجنة الاستقطاب. إلى 7 سبتمبر هم شغالين أساسا، ترى أغلب الأندية الوسط ترى عندهم 6-5 أجانب، واللي باقي منهم أمشي الدوري اللي أنا أمشيه. الناس متوقع انه لجنة استقطاب بس عشان الاندية الصندوق، لا ما هو عشان الاندية الصندوق، لا 16 نادي 16 نادي و 18 اسف، والاندية حجي لهم رعاة ورعاة كبار جدا اصلا. نهاية في منتصف السنة الجاية ان شاء الله ان الله احيانا الموضوع الخصخصة المرحلة الثانية، انت اغلب عقودك اصلا 3 سنوات، فانت توصل للمرحلة هذه. والله يا سلطان أقسم بالله شيء يغضب أنك توصل المرحلة هذه، يعني فرحتنا بالتعاقدات مرحلة ترف الأندية، أنت لازم تستغل الترف ده. يعني يا أخي الترف هذا ترى على فكرة كان عندك من العام، من العام من يوم سار الإيقاف طلع قرار الإيقاف، والله أفتكرها زي اليوم. فتحت مساحة مع أخوي عادل أبو مايد، أوكي، طالبنا في مدير رياضي، فرصة الجمهور واقف معاك، جيب مدير رياضي عشان تستعد للموسم القادم. بس والله ممدوح قبل سكر عشان الصلاة، المفروض أساسا يعني من مايو 2023 أنت عارف منهم أهدافك اللي قدامك، ما تروح تلف يمين ويسار أوسمين فلان مبابي علان، ما في كلام فاضي، ما في، المفروض أنت عارف. لكن عاد اللي ما يتعلم من أخطاء عاد ما يعني بعلم يعني ما راح تعلم أنت. يعني تروح في يناير اللي فات تفاوض أنريكي، يناير اللي فات يعني بالعربي انت عارف عن المشروع انه جاي ايش اشتغل كله، كلهم الكل يعرف المشروع. تبغى اجنبي ولا سعودي؟ ما في، شوف في يناير يا ممدوح، في يناير ان شاء الله حسب ما فهمت المعلومه انا متاكد منها الى الان، لكن اذا انت حاب مدير رياضي فيها مدراء رياضيين اجانب ومعروفين واسماء كبيره لها صولات وجولات في انديتها الاوروبيه وموجودين بالاسماء يعني، لكن هل أنت ترغب ما ترغب هذا الموضوع يا رب رزقنا بواحد منهم. يعني أنا أقول لك أحد الأسماء اللي موجودة من كمدراء رياضيين بولو لا مليون. اللي يعرف أنا سلطان أنه الأندية تبع صندوق غصبا عنهم حتجي مدير رياضي، يعني أحد الأسماء اللي ممكن يجي مدير رياضي بولو مالديني. بولو مالديني مول الهلال ولا نبغاه في الهلال. أنا أقول لك ديل بيرو ممكن يكون من الأسماء ذي، ففي أسماء كثيرة. يعني ريان انت تسني تقول لي مدير رياضي في السعوديه، ترى على فكره انت تقدر تاخذ شهاده مبدا الشهاده الابتدائيه حقت مدير رياضي، تروح القاهره 3 شهور تاخذها، هل معناته انت صرت مدير رياضي؟ ترى المدير الرياضي ما هو شخص واحد عادي، ترى روح القاهره بدون مدير رياضي. ايوه شوف المدير الرياضي تحته ستاف بعض الانديه زي الستاف المدير الرياضي لمانشستر سيتي اللي كان في برشلونه وراح مانشستر سيتي، وهو اللي جاب اقترح بيب عليهم لما كان بايرن ميونخ وقال انا اقنعه. انت عارف كم الستاف حقه؟ 20 شخص تحته. يعني انت تتكلم على داتا عظيمه. يعني مثلا ابغى لاعب في الهلال نسخه من سلمان الفرج، يروح يطلع لك 3-4 لعيبه في العالم نسخه، في اسلوب اللعب، في وقفتهم على الكوره، في ثقتهم في نفسهم، يطلع لك ويقول لك هذه اسعاره. الناس متوقع انه المدير الرياضي عنده الخزنة هو يطلع الفلوس ويروح يسرق النادي، الموضوع مو كذا. يعني سمسرة ومجاملات ما تنقص. لا أنا أقول لك إحنا يعني ما في مدرب يسمسر عليك، ما في لاعب، ما في. شوف أقول لك على حاجة أنا أعرفها تمام الثقة من 2018، عارف من اللي كان يسمسر على الأندية؟ الإداريين، لا مدرب ولا لعيبة كان ولا 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 وصل، ما كان حد يسمسر عليك، انت كنت سمسر على نفسك وانت كنت تخسر ناديك وتطلع تتشكى وتتهم الجهات اللي كانت تدعمك وانت شغال في النادي.
ما في حد كان يسمسر عليك. في أندية وقعت مع 40 لاعب أجنبي، 40 لاعب، ونادي واحد وقع مع 40 لاعب كلهم سمسروا عليك سبحان الله، إلا إذا كان فيلم هندي. فالموضوع يعني شوف خيسوس أنا عندي قناعة إنه هو يقدر يلعب كورة أفضل من هذه إذا ترك العناد. ترى مشاكله اللي يرجع يشوف تاريخ خيسوس مشاكله مع الأندية كثير ومع رؤساء الأندية كثير. ترى اللعيبة بشر، لما تطلع ويتلفظ على بعض اللعيبة في التمارين ترى اللعيبة بشر ما يتحمل. تخيل مديرك يسبك في أبوك ولا في أمك ولا في أهلك، ترضى أنت في عملك؟ ما ترضى، ترى هذا عمل. وفي مدربين يعرفوا يحتوي اللعيبة، يعرف يتعامل معهم. لكن لا، احنا كنا نبغى مدرب صارم وقوي وذو شخصية ويدخل معاه يفسخ الحزام ويجيد اللعيبة في الله. بس عاجب الإدارة على فترة جوسوس السابقة انه كان يعني بعض اللعيبة المهم منضبطين انضبطوا بعد جوسوس، عشان كذا انا اعرف لاعبين شخصيا تدربوا عند جوسوس فترته الاولى وكانوا انه يعني المعاملة واحدة صراحة، وعاجب الإدارة هالشي. ترى على فكرة كل اغلب المدربين اللي جوا في الهلال لانه إدارة الهلال متعاقبة ما كانت ترضى. ترى اقول لك على حاجة معلومة انا اعرفها، اكثر مدرب كان صارم في الهلال جيرتس، واللي يعرف فترة جيرتس كان صارم بشكل مخيف، وكان الاتهام يروح لسامي الجابر. والله كان يخلي ياسر قحطاني اول واحد يداوم. انت تعرف انه كان يحط كرسي في يجي قبل التمرين بساعة، واللي يتأخر 5 دقائق برا التمرين وما حتلعب مباراة جاية. صحيح. فالموضوع ما هو موضوع مو صرامة، بس كيف كان يتعامل مع اللعيبة. لا شخصيا نوعا ما مستفزة فعلا. ايه بيب دي بروين في أبطال أوروبا سبه في وسط الملعب، سبه قال له شتب، قال لي بيب ايش سوى لما غيره؟ راح حضنه المدرب، راح حضنه وسألوه في المؤتمر، قال هو كان مع حق ناس كان صوتي عالي شتت اللاعب. ما كبر. عموما شكرا ابو حور، لكن اتمنى المطالبات ما توقف بصراحه. شكرا يوسف. اي احد يبي يطالب، واي احد يبغى الاداره والمدرب واي احد يبغى استمرارهم ويدافع عنهم حريه شخصيه له، بس لا تدخل في رايي ولا تتدخل في رايي ومالك شغل في رأيي. أنا أتكلم من رأسي، أنا ما رحت قلت لك ليش تتكلم وتدافع عن الإدارة، أنا ما جيتك وقلت لك أنت مين أنت عشان تدافع عن الإدارة، وش فهمك أنت تدافع عن الإدارة؟ مو شغلك. كل واحد يقول رأيه بكل صراحة. إحنا منحن زي جمهور الأندية الثانية، تيشيرت الهلال وحده في الملعب مخيف، جمهور الهلال من 40 سنة وهو يهاجم رئيس النادي في المدرج ويطلبوا بالتغيير. وكانوا أصحاب السمو الملكي الأمر منهم بدر محمد، كان يحط يده على خشمه ويقول لهم سم أبشروا، ويسمع ويتناقش معهم ويوضح لهم أمور. هذا جمهور الهلال، مو عاجبك رأيي ما في داعي تيجي تهاجمني ولا تهاجم أحد. وكل ما حد قال رأيه في الإدارة ولا في المدرب أو أنت منتفع وحق إعلانات، مو شغلك أنا منتفع ولا حق إعلانات ولا قائد مجموعة فيلق أمشي الجمهور وراي، مو شغلك. ترى بس أظن حتى الفلوس ما تزعل اللي موثق حسابه يعني، ما شاء الله العيال ما شاء الله عليهم معيني خير، ترى مبلغ ولا شيء يعني ما هي مستاهل أجل بأكد طالع البلاوي. لا لكن ممدوح فترة جارديم وبقاؤه لين حقق كاساسيا، هذا بعد عذر قوي للإدارة أنه يعني ما أسمع للجمهور، كانت مطالبات قوية جدا جدا. الإدارة لها وقفات في عدم سماع الجمهور في موضوع عموري مثلا، صح كسبت الإدارة كسب. تخيل أنه أول قرار يعني هز بداية فهد بن نافل مشى عموري، مع أنه كان حلم الهلاليين فترة طويلة عموري يعني تقدر لكن لكن في موضوع رزفان أول شيء ما وضعت يعني فعليا موضوع. انا بالنسبه لي اقاله رزفان كان ظلم، لانه انت حكمت على فريق منهار بعد كورونا. طيب رحت يعني تخيل انت رحت جبت حق الفئات السنيه رزفان ايوه رحت جبت حق الفئات السنيه
انت تخيل ميكالي كان يدير الفاتس النهائي، انت تخيل المصيبة الكبيرة اللي اكتشفناها انه هذاك المدرب كان يدير الفاتس النهائي، يعني ايش المخرجات اللي حتطلع من عنده؟ هذاك اتوقع انه ماخذ الجنسية البرازيلية، ما اعرف كيف سواها بصراحة. فانت مدير رياضي حيسوي لك مدرسة والفاتس السنية كلها تمشي عليها، ما يطلع لي واحد زي على سبيل المثال مصعب الجوير عمره 18-19 سنة، ألاقيه في الملعب ينتظر الكورة عشان توصل له عشان يبان شكله في الملعب، ما بيبذل أي مجهود. لو كان مؤسس بشكل قوي على الموهبة اللي عنده حتشوف مصعب الجوير واحد من الأساسيين حتى قبل الأجانب. ليش؟ ليش محمد الشلهوب حاب انه هو يبني نفسه؟ يا اخي بدل ما تحطه على طول مدرب من الدوره تحطه في النادي، يا اخي ابتعثه، ادفع من فلوسك انت كنادي، ابتعثه سنتين في مانشستر سيتي، في برشلونه، تعايش هناك سنتين ويرجع لك مدرب كبير يمسك لك جزء من الفاتس السنيه بكل بساطه. ففي امور كثيره في يعني اعاره الهدهود قبل يجي المدرب. العام عندك ايقاف فترتين، دياز يعتمد على رديف وسعد الناصر في الوديات في بريطانيا، يرجع ثاني يوم يلاقيهم عاروا، المدرب ما يدري كيف صارت هذه الأشياء. ما حد يفهمني أنه المدرب ما يبغاهم لأنه ما كان عنده بديل أصلا، وعارف أنه عنده كاس عالم حيرجعوا العالم مصابين، والمصيبة رجعوا ستة مو واحد ولا اثنين. صحيح يوسف، يعطيك العافية، أنا سعيد منك ومن المستمعين والريان الشباب كله، حمد ناصر استاذنكم معنا، شرفتني حسين، يعطيك العافية. يعطيك العافية يوسف، بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم. دوحنا آسف قاطعتك، فمان الكريم. لا يا حبيبي الله يحفظك، وضع 20 دقيقة فمان الكريم. لا لا وقت صلاة في جميع المناطق. سعود كلمة أخيرة. والله ما في، اتمنى انه الوضع يتعدل، يعني يا بقال يا الناس اللي يقول لك انا اجلس مع المدرب، يعني معليش انا لو مدرب ويجيني واحد من الاداره اقول له انت مين انت عشان تجلس معي بالعربي؟ اذا ما كان في مدير رياضي محترم وهو اللي جايب المدرب ما حد يقدر يناقشه. تصبح على خير محور، يعطيكم العافيه. انت خير، يعطيك العافيه. عادل أبد والله أبو حور، بس نقول إحنا ماشيين من 2019، من بعد 2019 بالبركة وإن شاء الله تمشي الأمور. إيه ماشي بالبركة معنا حمد. إيه والله والله ماشي بالبركة، يا ربك يعيني رجل. يا رجل تزين إن شاء الله. والله يا أبو حور الجلوس مع جسس كان نقيسة على المضى، الجلوس مع جاردين ما فاد، الجلوس مع رزقان ما فاد، ايضا دياز خلينا نقول اللوم على دياز كثير ما اقدر الومه على ناصر، لكن الجلوس مع جسس ما راح يفيد، شخصيته كذا قناعاته ثابته بهذا الشيء، فإقالته والتقرير يوصله. قبل كل هذا اتفاق مع مدرب افضل، عندك مدربين متاحين لك ويناسبون الهلال جمله وتفصيل، عندك نجلسن مدرب بايرن ميونخ سابق، لوفيتينغي أقرب مثال لك هالمدربين، لو تتفق معهم بعدها تقيل الجسس هذا أفضل حل لك. والشيء الثاني يقول لك بيأثر عليك بداية موسم، لا بالعكس، قلت رازفان بعد ثلاثية تاريخية كأس ملك دولي آسيا، بعده صار جبت ميكالي أقل من ما تقول عنه أنه مدرب كرة قدم، وما بيقول أنه مدرب أصلا، غير كذا بعدها قلته وحملت المسؤولية أكبر للعيبة، وغير كذا حط بين قوسين زين انك لما يجيك المدرب، يعني ايش يعني المدرب لما يجيك بيدرب لعيبه على مستوى جو، يعني افكارك واسلوبك يناسب، غير كذا ان المدرب يناسب الهلال، هذا اهم شيء عندي. والله هذا اللي عندي يا يوسف، شكرا لك، اسف على الاطاله، تشرفنا فيكم جميعا، وان شاء الله القادم افضل باذن الله، ونسمع بقالته ونفتك منه للامانه، لاني انا تعبت صراحه. يعطيك العافية حمد، يعطيك العافية ريان، يعطيكم العافية لحضوركم. أول شيء أنا أعتذر منكم على اللي صار قبل ساعة في المساحة، ومهما عواجد تصير مشاكل عندي بأي مساحة ولا تقبلها عندي أصلا من الأساس، أعتذر عن خروج النص اللي صارت فيها قبل ساعة وإن شاء الله ما راح تتكرر. ثانيا بخصوص المساحات اللي فاتها علي عقب المساحة، أنا ما عندي مشكلة، افتح بيدك ورجلك، أنا ما قلت شيء، مجرد طلب مشجعين جمهور عاشق يطالب الأفضل فريقه
هذا المدرب ما يصلح لفريقنا استمرار استمرار كارثة مقبل على الفريق. اليوم وغدا وبكره وبكره احنا نطالب بإقالة المدرب. انا احنا عارفين وين رايحين معه، احنا عارفين وين رايحين مع المدرب، ما راح نجامل على الهلال، ما راح نضيع موسم ثاني تحت رحمة مدرب رحمة إداريين. ما عاد عندنا استعداد نتحمل عبث أكثر ما صار، تحملنا هذا الشهور الفوضى في الملف الأجنبي، اليوم ما عاد نبي نتكرر في الفوضى في الملف الفني. أتمنى القادم أفضل، أتمنى أن قدمت مساحة جميلة وخفيفة عليكم، وأعتذر وأكرر اعتذاري خروج اللي صار عبثنا في المساحة، وشكرا لجميع لحضوركم، يعطيكم العافية، من اللقاءات القادمة إلى اللقاء.